مرحبا، نبدأ معكم مشاهدينا مباشرة من شاشة الفضائية التربوية السورية. نتمنى للجميع وخاصة الأسرة يوم مليء بالمحبة والتفاؤل. اليوم مشاهدينا سوف نبدأ معكم بأحدى القضايا التربوية الهامة والتي تحمل العنوان الرئيسي لندوة اليوم: أدوات ترفع من المنظومة التربوية والتعليمية ومنها اجتماعات مجالس أولياء الأمور. أما القضية الثانية لليوم فهي تتحدث عن إيجابيات العلاقة التعاونية بين الإدارة والكادر التدريسي. أما القضية الثالثة التحفيز وقدرته على إبراز مواضع القوة لدى أبنائنا الطلبة. ثلاث قضايا تتعلق كل منهم بالآخر. مشاهدينا سنتابع وإياكم ولكن بعد الفاصل. مرة أخرى نرحب بكم مشاهدينا وسنستعرض معكم محور حديثنا عن إحدى أدوات العملية التعليمية. فنحن ندرك مدى أهمية العلاقات المبنية بين المعلم والإدارة بجميع أطرافها، حيث أجمع المتخصصون على أن وجود جو أسري في المدارس يترك أثراً إيجابياً في نفوس المعلمين والطلاب، مما يخلق لديهم روحاً معنوية تساعد على رفع المستوى التعليمي والمؤسساتي، ويعزز شعوراً بالراحة والتأقلم والحماس للعمل. للحديث عن محور القضية الأولى لليوم، كيف يكون اجتماع أولياء الأمور ناجح ومؤثر، نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذ وائل وهبي وهو مدير مدرسة القزاز الثالثة حلقة أولى، كما نرحب أيضا بالأستاذ زياد الحموية وهو مدير مدرسة القزاز الأولى وأيضا حلقة أولى. يسعد أوقاتكم. بداية يعني خلينا نعرف شو هي اجتماعات أولياء الأمور. بالنسبة لاجتماع أولياء الأمور، الاجتماع أولياء الأمور هو اجتماع أو لقاء قصير بين أولياء الأمور من جهة ومعلمي الطلاب من جهة أخرى. الهدف من اجتماع أولياء الأمور هو التعرف على نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب، حل مشكلات الطلاب من خلال حضور أولياء أمورهم إلى المدرسة، ويكون اجتماع أولياء الأمور بدون حضور الأطفال لدى، يعني ما بيكون نحن عنا بس نساوي اجتماع أولياء أمور بيكون عنا تلاميذ بمحضر اجتماع أولياء الأمور، خاص بيكون بس أولياء الأمور، مدير ومعلمي المدرسة، كادر إداري تعليمي بالمدرسة. تمام. بالإضافة طبعاً هو بيتم في مناقشة قضايا تربوية خاصة بالمدرسة، بمشاكل الطلاب، بنقاط الضعف لدى الطلاب، نقاط القوة لدى الطلاب، وتعرف الأهالي على المشاكل الموجودة داخل الإدارة المدرسية أو داخل المدرسة بشكل عام. نعم. طبعاً اجتماع أولياء الأمور يتم حضور الكادر الإداري، كادر التدريسي، البعض منه أو كامل. نعم. يتم اختيار طبعاً وجهاء الحي من المختار، مثلاً الموجه المسؤول عن المدرسة، كادر تربوي أو كادر محلي، اجتماع محلي. طبعاً العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي لازم تكون علاقة متكاملة، يعني باجتماع أولياء الأمور حتى نوصل فكرة شو المغزى من أو المطلوب من اجتماع أولياء الأمور، نقاط الضعف أو والهدف منه نوصلهم للأهالي بالإضافة للمجتمع المحلي يكون موجود معنا طبعا لحتى يناقشوا نقاط الضعف، نقاط القوة والمشاكل التي المشاكل طبعا اجتماع أولياء الأمور بالعام الدراسي، في عنا ببداية العام الدراسي في عنا اجتماع أولياء أمور بالشهر العاشر تماما بعد انطلاق بداية العام الدراسي. طبعا هذا اجتماع أولياء الأمور يختلف عن اجتماع أولياء الأمور بالفصل الثاني. طبعا اجتماع أولياء الأمور ببداية العام الدراسي انه نحن نطلع الأهالي على سير العملية التربوية التعليمية، الخطوات اللي بنحطها نحن والخطة اللي نحن حاطينها طبعا كإدارة مدرسية. بيجيكي في عنا الاجتماع أولياء الأمور في بداية الفصل الثاني. طبعا بداية الفصل الثاني بيكون صار عنا نحن كإدارة وكمعلم فكرة عن التحصيل العلمي لدى التلميذ. نعم. عن نتائج أهم مشاكل نحن بنعاني منها نتائجه إنه ندركها بالفصل الثاني. نتائج بالفصل الأول شو في عنا مشاكل مثلا مع الطلاب كتحصيل علمي، أي مشكلة، أي تحفيز لهذا الطالب بيتم مناقشته مع أولياء الأمور. نعم.
استاذ وائل، حضرتك ذكرت انه يتم الاجتماع مع الاهل والكادر الاداري او التدريسي دون وجود الطلاب. شو الهدف من انه بهي الاجتماعات ما يكونوا اجتماع الطلاب موجودين؟ لانه نحن بالاساس لازم يكون معنا الاهالي، انه الاب او يعني ولي امر الطالب، انه هو بده يحط المعلم او الاداره بصوره. نحن لازم يكون الطالب انه حاسس هو انه الاب هني مهتمين فيه وجايين على المدرسه ليشوفوا شو سلوكه بالمدرسه. نعم. شو هو تحصيله الدراسي. فنحن دائما اجتماع اولياء الامور ما بيكون في طلاب باثناء الاجتماع. الاب بيجي هو بشكل عام انه بيسال عن شو هي المشاكل اللي بيعاني منها الطفل، شو الحلول اللي نحن لازم نساويها لنتدارك هاي المشاكل. يعني ما ضروري يكون الطفل موجود أثناء الاجتماع. طبعا هو اسمه اجتماع أولياء أمور. نعم. خاص يعني بأولياء الأمور، مختلف تماما عن الاجتماع مع الأطفال، مع الأطفال بمشاركة فنية مثلا، بحضور الأهل، بحضور أي نشاط مثلا، يختلف عن اجتماع أولياء الأمور. نعم. نحن دائما يعني لما كنا صغار كنا نقول لأهالينا أنه خذونا معكم نحضر الاجتماع أولياء الأمور، قلنا أنه لا، خاص ممنوع، خاص. خاص طبعا هلا بالنسبة للطالب اسمه اجتماع أولياء يعني الأمور، بيتمنى أنه يشوف أنه أبوه مثلا أساتذته شو بدهم يحكوا عنه. طبعا دائما عندنا هذا الفضول كان. وبالنسبة للطفل يعني نحن بنحكي طفل أنه من سن الست سنوات لسن 12 سنة كون حلقنا حلقة أولى. نعم. فهذا بيسمى يعني يسمى طفل كتلميذ مرحلة حلقة أولى، لما بيشوف امه او ابوه بيتباهى انه امه مثلا قاعده، صار عنده ثقه بنفسه مع كادر تعليمي، مع كادر المدرسه، مع الانسه، عم يتناقش مع الانسه. فالطفل بيحسها شغله كبيره يعني. بس ولكن اجتماع اولياء الامور يعقد فقط لاولياء الامور. معناتها قديش مهم التواصل مع اولياء الامور، يعني يكونوا كل اولياء الامور موجودين؟ طبعا هلا مو شرط يكونوا اولياء الامور. هلا نحن دائما نحبس، ما فينا احنا نجيب مثلا اولياء امور مدرسه عدد مدرسة 1200 طالب، نجيب كل اولياء الامور لعنا. طبعا هن نحن بندعي على مجلس اولياء الامور. نعم. حسب امكانيات الاهالي وحسب حضورهم بيجوا، بس نحن اذا ما فينا نجيب كل اهالي يعني، حتى نحن بنحط وقت لاجتماع اولياء الامور بحيث انه يكون وقت فراغ بالنسبه مناسب للاهالي مناسب، ومع ذلك نختار توقيت مناسب لانه يكون بلائم حضور الاهالي. ومع هيك في اهالي بيكون عندهم ملتزمين بعمل يعني قدر المستطاع 40% 50% 60% من حضور بعض الأهالي لمجلس أولياء الأمور بيغني عن حضور كامل أولياء التلاميذ. نعم. طبعا لأنه القضايا اللي بدها تنطرح سواء كان جميع الأهالي أو عدد محدد أو عدد يعني محدد، نحن فينا نطرح مجتمع يعني يتناقل الأخبار، يعني أنه جارت مثلا اليوم جاري أبو ولا ولي أمر ما حسن يروح. طبعا أنا كل شيء كولي امر ناقش بهالمجلس، كل شيء انا اتناقشت للحي كله، فيني ناقشه مع ولي الامر اللي مثلا تصلني قرابه فيه او كجيره او بالحاره. نعم. مجتمع شعبي، مجتمع محلي يعني، فبتوصل لهالفكره عن طريق، مو شرط انه يكون يحضر، عن طريق زملائه او جيرانه او اهله اللي حضروا بالاجتماع. نعم. ولكن انا يعني استاذ زياد، هو مقصدي من السؤال انه بهي حضرتكم حكيتوا انه هي بالحاله العامه، ولكن لما بيكون مثلا عندنا طالب بيعاني مثلا من رد نفسي معين، من حاله مثلا نفسيه معينه، قديش معناتها مهم انه نحن نضل على تواصل مع اهله في عنده مثلا حاله صحيه معينه؟ هذا ما بنستنى، هذا ما بنستنى نحن لناخذ مجلس اولياء الامور ليراجعوا اهله بالمدرسه. هذا بالنسبه لنا بيدخل الاب او الام على الاداره، شو مشكلته؟ اذا كانت مشكلته مثلا طلب الارشاد النفسي بنبعته، ارشاد اجتماعي بنبعته، ممكن يحلها المدير، ممكن يحلها المعلم حسب الوضع اللي جاي الاب. هذا ما دخله بالاجتماع مجلس اولياء امور، هاي حاله خاصه. نحن مجلس اولياء الامور انه يعرفوا الاهالي شو الخطه نحن اللي حاطينها خلال عام دراسي، انه نحن شو بدنا نساوي بخلال العام الدراسي. ممكن هن كمان انه يعطونا انه انا مثلا نحن في حاله محدده للاطفال اللي هي نحددها، شو نقاط ضعف عند الاطفال بشكل عام، شو نقاط القوه، حتى بتزيد الثقه. يعني نحن مثلا بس يصير في تواصل مع الاهالي فصار ثقتهم عاليه بالمدرسه، عاليه ثقتهم عاليه بالاداره، عاليه بالمعلمين، بالكادر اللي موجود داخل المدرسه. وهو اجتماع اولياء الامور هو عباره عن اهتمام من قبل الاهل. نعم. للطفل، للطالب، يعني اهتمام بالدراسه، بالعمليه التعليميه، انه هذا الطالب بس يروح على البيت. نحن طبعا لازم يكون في تواصل بين المدرسه، الكادر التدريسي او الاداري مع اولياء. نعم. الامور حتى خارج اوقات المدرسه. نعم.
تمام؟ يعني ها انه في اهتمام في نقطة محددة، بيتم التواصل مع الإدارة مع أولياء الأمور لحل أي قضية، إن كانت طبعا سلوكية بالنسبة للطالب أو قضية تعليمية أو تربوية، يتم مناقشتها مع أولياء الأمور. هاد بيصير في عنا دافع عند الأهل لما بيحضر اجتماع أولياء الأمور وبيسمع الأفكار والآراء حتى كمعلم، أنا كمعلم مثلا مو كمدير، بصير عنده حافز. أنا كمعلم بطرح أنه شو المشاكل اللي أنا مثلا بالصف، أنه أنا مثلا كمعلم عندي 30-40 طالب بالصف، كل تلميذ يختلف عن الثاني، فهي المشاكل لما بصير في تقارب بين المعلم وبين أولياء الأمور. هذا بشكل عام. طبعا نحن أنت حكيتي الآن زي أنه كوضع خاص، الوضع الخاص يعالج مباشرة، يعني هذا الوضع خاص مجلس أولياء الأمور ما منتظر حضور اجتماع أولياء الأمور المرحلة بالفترة الأولى أو الفترة الثانية. منعالجه بشكل شخصي. نعم طبعا نحن مكفين حديثنا مع حضرتكم، ولكن معي اتصال من أم نور من ريف دمشق. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك مدام، كيفك؟ عندك سؤال؟ ايه. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتكم أساتذة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يسعد أوقاتك. عارفتي أنا معاكم على النبي اللي حضرتكم عني. نعم تفضلي. حابة أقول يسعد أوقاتكم أساتذة الكرام. أنا والدة الطفل نور من منطقة ريف دمشق. أهلا وسهلا. نعم. أهلا وسهلا فيك. نحن عم نحكي عن مجالس أولياء الأمور. طبعا بتمنى تحكوا الأستاذ عن علاقة الأهل بالمدرسة دائما وأبدا. طبعا الأستاذ وائل والأستاذ زياد بيشكروا لأنه هذا التواصل دائما مع الأهالي. بس أنا نعم. بيحكي عن شوية مواضيع إذا في مجال. تفضلي. تفضلي. بداية نحن ياريت كنا نحكي عن التوقيت الشتوي اللي نحن عم نعاني منه هلا. نعم. التوقيت الشتوي نحن الحصة الأولى دائما عم بتكون يعني موضوع الكهرباء، موضوع الوقت اللي عم بيكون في عتمة، ولا سيما أثناء فترة الشتاء عم بيكون كثير هذا الموضوع عم نعاني نحن منه. تمام. نعم. السؤال الثاني. كمان أنا بدي أقول كمان إذا في مجال إنه يكون دائما في مجموعات خاصة تتواصل أثناء الامتحانات، يعني نحن ممكن نعمل اجتماع قبل المذاكرات لحتى نحن ما بيقولون ست الثغرات اللي موجودة بين القاسي والطالب. أنا يوم فيني اجتمع مع قاسة ابني بحوار إنه قبل الامتحانات أكيد أنا رح ساعد المعلم لحتى أنا ابني بالنهاية يعطي نتيجة. تمام. كمان ممكن نحن يعني انه يعني من خلال تواصلنا مع الاداره ومع المعلمات بدنا اذا في مجال يعني انه نوطد هاي العلاقه اكثر. اذا مثلا في مجموعات على الانترنت نحن فينا نعمل مجموعه خاصه بكل المدرسه، هاي المجموعه يكون مسؤول عنها المدير. تمام. غير المجموعات اللي عم تتواصل فيها المعلمه مع ولية الامر. نعم. تمام. نعم شكرا لك. ما يعطيك العافية. نجي للتوقيت. أول الشتوي. سؤال كان التوقيت الشتوي. التوقيت الشتوي طبعا في مدارس نحن هي مدارس دوامة نصفي، يعني صباحي ومسائي، وفي دوام كامل. في مدارس دوامة كامل. نعم. المدارس اللي توقيتها نصفي تبدأ الدوام فيها الساعة 7:30. نعم. الدوام اللي المدارس اللي دوامة كامل دوام الساعة 8 بشكل دائم. نعم. السنة الماضية بس صدر قرار إنه ما عاد في توقيت شتوي بشكل دائم، صار التوقيت بلغونا بقرار إنه أنتوا المدارس اللي دوامة نصفي مع نفسها بتداوم الساعة 8 بشكل دائم. نعم. ممكن هذا القرار طبعاً هذا يطبق بأول شهر الـ11. هاي بالنسبة للتوقيت الشتوي. التوقيت الشتوي بتصور أنا بتصور إنه المدارس اللي دوامها نصفي يبدأ دوام الساعة 8 في بداية الشهر 11. نعم. بالنسبة هو مشكلة التوقيت فعلاً. نعم. مثل ما حكيت الأخت هون، التوقيت الموجود حالياً كتوقيت دائم لانه شتوي ولانه صيفي فعلاً يعني كبداية الدوام يعني الطالب عم يكون الساعة 7:30 أو 8 بالمدرسة، يعني يبدأ الدوام 7:30. 7:30 طبعا نحن كم نحكي لسه ما أصدر قرار أنه نحن ندوم الساعة 8. نعم. طبعا السنة العام الماضي في قرار تم تعديل القرار أنه المدرسة الدوام نصفي يبدأ الدوام الساعة 8 صباحا، ومع ذلك الساعة 8 صباحا يعني كتوقيت شتوي بالشتوية يعني لسه الدنيا
أنسي في يعني كمان حتى ظلام حتى مدارس بالنسبة للأهالي، حتى خوف حتى في مدارس أحيانا بيكون الإضاءة محجوبة من خلال الأبنية الموجودة جنبها. يعني إحنا في مدرسة بالقزاز اللي هي مدرسة القزاز الثانية، البناء كله يعني محاطة بجميع الاتجاهات بالأبنية، فلو الساعة 8 أحيانا بالصفوف يعني عطل. أنا مثلا كمدرستي مثلا في عندي بناء محاذي مباشرة لبناء المدرسة، يعني ما في فاصل في صفوف، ما في فاصل للبناء، ما في فاصل يعني بين البناء فيها عتمة، البناء وبين الصفوف أربع خمس صفوف تقريبا ما في ثلاث أربع أمتار. نعم. هالأربع خمس أمتار أو ثلاث يعني مسافة شارع الصبح تحجب الضوء عن الصفوف. طبعا احنا تلافينا هذا الموضوع بوسائل يعني وضع لدات، يعني وضع طاقة شمسية طبعا أصحاب الأيادي البيضاء طبعا وين ما رحنا نحن بمجتمعنا، إن كان بمجتمعنا بالقزاز مجتمع المحلي في أيادي بيضاء كتير عم تساهم بهذا الموضوع. نعم. ونحن دائما يعني مع الأهالي. نعم. بهذا الموضوع ومنعالج نحاول نعالج أي مشكلة. نعم. مباشرة، ولكن قدر المستطاع يعني. نعم. ضمن الإمكانيات، ضمن الإمكانيات المتاحة لنا. يعني يمكن هذا الموضوع نحن صرنا سمعانينه من كثير من الأهالي، إن شاء الله بالحلقات القادمة أو ربما يعني في المعنيين بهذا الموضوع يعيدوا النظر. تمام. هلا بالنسبة للسؤال الثاني. نعم. كانت عم تحكي عن علاقة الأهل بالمدرسة. تمام. أو إنه يكون في تواصل بين المدرسة مثلا قبل الامتحان أو بعد الامتحان. نعم. طبعا الأخت هون مشكورة، الاهتمام هذا طبعا بيدل على اهتمام بالطالب. نعم. او كابن. تمام. نحن دائما باي مدرسه. نعم. هلا انا بحكي طبعا نحن بنحكي بشكل عام. نعم. اي مدرسه في عندنا صفحه على النت، صفحه خاصه للمدرسه، صفحه خاصه للمدرسه. نعم. يتم تواصل اي قرار او اي تعديل او اي مشكله او اي برنامج حتى برنامج الامتحاني. نعم. تمام. أو يعرض او البرامج الخاصه للصف يعرض عن طريق صفحه المدرسه، هي رقم واحد. تمام. هي بالنسبه ل انه يكون في تواصل بين المدرسه وبين الاهالي. طبعا نحن بشكل دائم تواصلنا دائم مع الاهالي، ان كان حضور شخصي او بالاتصال او على صفحه المدرسه دائما متواصلين معهم. بالنسبه لطريقه التعامل او تواصل الانسه كمعلم الصف مع الطالب مع الأهالي، طبعا كل أنسة الأغلبية، نحن بنحكي عن الأغلبية، كل أنسة عاملة مجموعة واتساب على واتساب خاصة بطلابها، خاصة طبعا عند 30 طالب من قبل أهالي الطلاب. تمام. هاي المجموعة تأخذ أرقام ولي الأمر وبتنزل مجموعة تتواصل بشكل يومي على هالمجموعة هاي مع الأهالي. يعني بقدر المستطاع بنحاول نتواصل نحن مع الاهالي بحسب الامكانيات، اما مجموعه الانسه، مجموعه المدرسه، مراجعه المدرسه. تمام. نعم. على صفحه المدرسه. فدائما الاهل بعلاقه يعني تامه مع الاداره. نعم. وهو في مشكله كمان في بعض المناطق بيكون النت ضعيف. نعم. يعني حتى كمان التواصل بيكون صعب جدا، يعني التواصل عن طريق النت. يعني اما بالنسبه نحن كشخصي، هلا نحن بنحكي نحن بنحكي بشكل عام، يعني نحن انا والاستاذ وائل عندنا صفحه على الفيسبوك لكل مدرسه، طبعا كل معلم عندنا موجود عنده صفحه خاصه للواتساب مع الاهالي، اي معلومه برنامج مذاكرات بينزل على هاي الصفحه كامل، طبعا كل شيء بينزل على الصفحه. نعم. نعم. يعني هو يعتبر جزء من الخطة التربوية خلال العام أنه كل مدرس هو يعمل مجموعة ويتواصل مع الأهالي، أم أنه هي بترجع يعني اجتهاد شخصي من المدرس يضل على تواصل مع الأهالي؟ دائما هذا اجتهاد شخصي لسرعة، يعني ممكن أنا صار. نعم. أنا أعطي العلاقة، أعطيت درس ممكن الطلاب إجا وقت الفرصة ما حسنوا الطلاب ينقلوا كل شيء عن اللوح، ممكن هي تصور وتبعت للأهالي أنه. نعم. ابنكم أنا هاي الطفل ما لحق يكتب بهذا يعني الاثر السبوري عن اللوح. مثلا انت عندك 30 طالب ما فيك تتواصلي بشكل مباشر تماما مع ام الطالب او ولي الامر. طبعا. نعم. بالنهايه كمان معلم الصف كمان عنده مسؤوليات بالبيت بعد الدوام، اكيد يعني ما فيها تقعد تمسك الهاتف الو ام فلان ام أخذنا. فلان. فالمجموعه اللي طبعا نحن بالمدرسه عندنا كل معلم له مجموعه مع الاهالي، هي المجموعه تختصر وقت كبير. نعم. بالنسبه للمعلم، وبتوصل رساله لاولياء الامور بشكل عام لل 30 طالب او 40 طالب شو يعني مطلوب منه، يعني كيف كان طبعا التلميذ والطالب او الابن ولي الامر
كيف كان موجوده بالصف وكيف كانت مشاركته وكيف كانت سلوكياته نعم. علاماته يعني حتى مجرد كتابة. استاذ زياد انا ما فيني احط لهم للاهالي انه انا فيني بس يعني موضوع خاص هاي موضوع مجموعه الواتساب للطلاب انه انا مطالب الطالب مثلا انه انا عندي بكره برنامج مذاكرات مطالب الماده اللي مطالب فيها بالمذاكرات كذا 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 بس انا نعم. ما فيني احط له انا شو سلوكه للطالب. في بعض الانسات انه الطالب فلان الفلاني يعني كان اليوم تسميعه بماده كذا مو جيد نعم إيه. طبعا انا بوصل للاهالي شو هي نقاط الضعف عند هذا الطالب. ممكن انا استغله كمان انه الطالب فلان الفلاني كان مجموعه من الطلاب تسميعهم باللغه العربيه كان ممتاز، الطلاب بماده الرياضيات كان تسميعه وسط يعني نعم. بتوصل للاهالي بدون ما يراجعوا مستوى الخط إيه. نعم. بيعرفوا الاهالي انه انا ابني اليوم ما كان تحضيره ممتاز لهي الماده، كاتب جمله كاتب عباره كتلميذ صف اول مثلا انه عباره نعم. بس يكتب كلمه او كلمتين انه مجرد تصور له الدفتر تبعته على المجموعه، يعني تقارب بين المعلم وبين الطلاب، في كل معلم في عنده مجموعه بيتواصل مع اولياء الامور. نعم طبعا مكفين حديثنا مع حضرتكم ولكن نطلع فاصل قصير ونعود. نعم يعني استاذ وائل هو يمكن جهد شوي اكبر مطلوب انه معلمين يبذلوه او حتى الاهالي يبذلوه، لانه مثل ما ذكرت حضرتك انه بكل شعبه رح يكون في 30 او 40 طالب او الى اخره او ممكن اكثر تماما، فيعني هذا يمكن الاسلوب بيوفر شوي جهد على المعلم وعلى الاهالي ايضا. اذا كيف يتم تبليغ اولياء الامور عن الاجتماعات يلي بتصير ضمن المدرسه بما يخص الانشطه المدرسيه؟ تمام، كل مدرسه فيها لوحه اعلانات، يعني نعم. انا بدي بلغ انه عندي بكره او قبل بوقت انه انا عندي اجتماع اولياء امور، بحط نعم. بلوحه الاعلانات بتاريخ كذا الساعه نعم. كذا موجود انا عندي مجلس اولياء امور. هاي شغله، شغله ثانيه على صفحه المدرسه، على صفحه الفيسبوك الموجوده على المدرسه نعم. بحطها على صفحه المدرسه، طبعا متابعه الصفحه من قبل 90% من الاهالي انه انا بيوم كذا الساعه كذا عندي مجلس اولياء امور، نرجو من الاهالي الحضور طبعا نعم. لمناقشه اوضاع اولادكم كذا. هاي بلغت انا من خلال كمان مجموعات الانسات اللي موجوده عندهم، مجموعات الواتساب الموجوده لكل انسه، طبعا كل انسه بتبلغ طلابها بتحط لهم على الصفحه اللي موجوده عندها انه نحن بالمدرسه بالساعه الفلانيه كذا عندنا اجتماع مجلس اولياء امور. نعم. هاي يعني من خلال هاي الشغلات ممكن انه نحن نتوصل ل عقد مجلس اولياء الامور وتتبلغ الاهالي. نعم. يعطيكم ألف عافية طبعا دائما، وقديش في جهود جبارة يعني عم يقوم فيها المعلم لخدمة هاي العملية التربوية. أستاذ زياد يعني قديش اليوم دور المدرس أو المدرسة يكون كبير في تعزيز المشاركة لأولياء الأمور في دعم وتطوير أساليب التفكير الإيجابي عند أبنائنا الطلبة؟ طبعا كمعلم الصف عندما يتواصل مع نعم. ولي الأمر بيطرح مستجدات عند التلميذ نعم. طبعا سلوكيات التلميذ إن كانت داخل البيت المنزل نعم. أو داخل الصف، التواصل بين المعلم وبين أولياء الأمور بخفف عبء كبير بالنسبة لأولياء الأمور وبالنسبة للمعلم، كأنا لازم أعرف أنه التلميذ تحصيله العلمي داخل نعم. الصف، أنا لما بتواصل مع ولي الأمر طبعا وجود الغرض من وجود التلميذ داخل الصف والغرض من وجود المعلم إيصال المادة العلمية الأفكار العلمية المادة التربوية، طبعا المادة اللي هو بالصف فيها من الأول إلى الصف السادس أو أي مادة علمية، طبعا أما بتواصل مع الأهل بيبين نقاط القوة عند التلميذ، نقاط التفاعل داخل الصف، هاي النقاط بشكل عام تؤدي طبعا لما نتواصل نحن مع الأهالي نعم منزيد من فاعلية التلميذ داخل الصف، لنكتسب منه
طبعا احنا العمليه التعليميه الحديثه هو ان احنا نكتسب من التلميذ المعلومه العلميه، ما نعطيها مباشره للتلميذ، فنحن بدنا نكتسبها من التلميذ. فهي انا لما بتواصل مع اولياء الامور باجتماع اولياء الامور او كحالات فرديه تظهر لدي رؤيه اكثر شموليه عن هذا التلميذ، وبنفس الوقت يصبح لدى اولياء الامور بالنسبه للتلميذ تحصيله العلمي كيف، نعم، فاعليته داخل الصف، مشاركته داخل الصف، مما يؤدي الى بنهايه العام الدراسي طبعا لاكتساب الماده العلميه والنجاح ان كان طبعا داخل الصف بنهايه العام الدراسي بنهايه الفصل بالمذاكرات كل ماده طبعا يؤدي الى اكتساب هالماده جميعا نتيجه التواصل بين المعلم وولي الامر. نعم استاذ زياد، يعني قديش ايضا بيكون مهم دور الحوار باجتماعات اولياء الامور او حتى الحوار بين المعلم وولي الامر؟ نحن اصحاب وحباب مع الاهل، تمام. طول ما نحن عم نقول لهم اولادكم شاطرين، اولادكم لطيفين، مهذبين، حبابين و الى اخره، ولكن في عنا قليله البعض من الاهالي، لما نحن ربما نوجه اي ملاحظه للطالب ابنك مشاغب، ابنك كسلان والى اخره، لنفترض غير مهتم، يعني مشان نجمل هيك المصطلح شوي. في اهالي ما بيتقبلوا، بهي الحاله قديش الحوار يعني بيكون مهم لنحل هي القضيه؟ طبعا اي حوار لازم يكون بيعطي ثقه، يعني نعم. انا مثلا طالب بدي يوصل مشكلته لاهله، فانا بس يكون في ثقه بيني وبين الاهل، نعم. فاكيد هالمشكله رح تنحل بيني وبين، يعني ما حيزعل الاب اذا قلت له انه انا ابنك مثلا عنده تقصير بماده كذا، لانه انا ممكن انه احطه انا بالمشكله نفسها، انه اخي الكريم انا لو ما بيهمني ابنك او المعلم ما بيهمه ابنك، طبعا هذا مو بينطبق على الجميع. نعم. هذا اللي بس بيكون ممكن انه ما يتقبل انه نحن نجيب سلبيات على ابنه، فانا مجرد ما حس انه انا في ثقه بيني وبين يعني في ثقه بيني وبين الاهل، بيني وبين الطالب، بيني وبين هذا بشجع يعني بخلق موضوع انه مثلا بمكن الحوار يصير ايجابي اكثر. فعلى سبيل المثال انه بيجيني اب يا استاذ انه الانسه ما كثير مهتمه بابني، الانسه ممكن بحطوا التقصير يمكن على المعلم، حاطيته ممكن مو اول مقعد. بنعاني نحن من هاي المواضيع، انه دائما الاهالي بدهم يكون ابنهم دائما بالصفوف الاولى من بالغرفه الصفيه، انه بالمقاعد الاولى. فنحن يعني اخي الكريم انا يعني هاي غرفه صفيه، سواء المعلم موجود يعني سواء الطالب موجود باول مقعد او راح يتلقن المعلومه، الدرس نفسه راح يتلقن المعلومه سواء باول مقعد او باخر مقعد. هلا في اهالي طبعا يعني ما عنده مشكله بهالمواضيع، بنعاني انه اكثر شيء نحن بموضوع انه الطالب ليش حاطينه مثلا، هني عندهم فكره الاهالي انه اي طالب بالمقعد الاخير فهو هذا الطالب مهمل او مهمش، او مهمش نسمعها نحن، ايه انه الطالب اي انسه بتحط طالب بالمقعد الاخير فهذا الطالب هو مهمل بالنسبه للانسه، نعم. مهمش ما بيشارك. لا يا اخي الكريم، نحن بالنسبه هذا محطوط بغرفه صفيه، فالمعلومه اللي عم تلقنها المعلمه هي عم توصل لجميع الطلاب الموجودين، نعم. داخل الغرفه الصفيه. نعم تفضل استاذ زياد. هو دائما النظره الشامله كمجتمعنا بالنسبه للتلميذ اللي بيجلس اول مقعد هو متفوق، اللي بيجلس اخر مقعد هيك مقصر. هيك الفكره السائده عند اولياء الامور وبشكل عام طبعا، اخر مقعد معناتها انت كسلان، انت مشاغب، انت ما بتشارك، فلذلك الانسه بتحطك اخر مقعد، تمام. واللي بيقعد بيجلس اول مقاعد الاول والثاني، نعم. هذا يعتبر انه تلميذ شاطر، والانسه كمعلم الصف انه بيهتم فيه لانه قاعد اول مقعد. طبعا هي النظره، هي النظريه خاطئه جدا. نعم نحن بالنسبه للتلميذ مثل ما حكينا انه بالصف عندنا 30 40 طالب، يعني عندي انا مثلا بالصف 15 مقعد، فاجباري انا بدي اوزع هالطلاب بشكل يتناسب مع عدد المقاعد الموجود مع عدد التلاميذ. نعم بس ولكن نظره الاولياء الامور الاهالي انه اخر مقعد معناتها انت كسلان، الاول مقعد انت شاطر. فهي النظره يعني نحاول نحن نوضح للاهالي انه هي فكره خاطئه.
وهي الخلافات دائما يلي بيتعرضوا لها يعني الكادر التدريسي بصير في خلافات بسببها مع الاهل. انا بمدرستي كنت شاطره بس انا دائما كنت اقعد اخر مقعد، فما بعرف اذا هلا يعني اذا بيطبقوا هذا الموضوع. هلا نحن كنا اثناء انا يعني كنت معلم، نعم، دائما الطلاب الشاطرين حطهم باخر مقعد تماما، يعني ما بعرف اذا ما تطبق هي الفكره. ايه ما حطهم انا اول مقعد، دائما الطلاب الشاطرين هن اللي بالمقاعد الاخيره. يعني نعم. حتى في نظره عن نظريه عند الاهل، انا لما بيكون ابني جالس اخر مقعد او قبل اخر مقعد، ثاني يوم بيجي المعلم بيقول له للانسة الصف انه معه نقص نظر، فياريت تقرب لي لقدام. تماما. يعني طبعا احنا بنعاني منه كثير، هو يعني طبعا ما بيكون عنده هالمشكله. نعم. يعني اذا اجى راجع الاداره انه استاذ انا في مجال انه ابني ينتقل من المقعد الاخير على المقعد الاول وانا ما لبيته، فثاني يوم بيجي انه استاذ انا حللت له طلع معه ضعف سمع او ضعف نظر او ضعف نظر يكون قريب من السبوره، عرفتي كيف؟ يعني هي النظرية شاملة عند يعني للأسف أغلب الأهالي، ولكن نحن بنحاول مثل ما حكيتي عن طريق الحوار بينه وبين الأهل. نعم. أنه هي النظرية خاطئة، الطالب سواء أول كان مقعد، مقعد آخر مقعد، مقعد المادة العلمية المعلومة رح يتلقاها. نعم. داخل الصف. أستاذ زياد، حضرتك حكيت يعني عن مشكلة عن جد الأهالي يعني بيسببوها للكادر التدريسي، ونفس الوقت الكادر التدريسي يعني انا ما رح شيل طالب من اخر مقعد حطه باول مقعد على حساب طالب اخر طبعا، يعني صحيح. ما رح اجي بدل بيناتهم، بجوز حتى بيناتهم يصير في مشكله. اذا هون يعني يمكن صار دور انه نحن يتدخل الارشاد بالمدرسه مع الاهل قبل ما يكون مع الطالب نفسه. طبعا دائما نحن في عنا بكل مدرسه في عنا ارشاد. نعم. مهمه المرشد اي مشكله طبعا نحن بنتعرض لها مع الاهالي او بالنسبه للتلميذ. نعم. داخل الصف او خارج الصف بالباحه حتى برا المدرسه، نعرض هالمشكله هي على المرشد، نعمل احاله ارشاديه، طبعا تحويله ارشاديه كمدير مدرسه الى المرشد، بوضع التلميذ انه مشكله واحد نحط له الاحاله انه شو نحط له النقاط الاساسيه شو هي المشكله. نعم. ويقوم المرشد بحلها طبعا ان كان مع الاهل او مع التلميذ بجلسه ارشاديه. نعم. تمام. طبعا المرشد يكون عنده غرفه ارشاديه ويحضر التلميذ الى غرفه الارشاد ويتم نقاش المشكله بين التلميذ وبين المرشد الاجتماعي. نعم. أو المرشد النفسي. نعم. أستاذ وائل، حتى باجتماع أولياء الأمور بيكون موجود المرشد النفسي. النفسي طبعاً. بيتم طرح هيك مشكلات طبعاً. يعني هلا الإرشاد المرشد بشكل. نعم. بشكل عام هو بيطرح المشاكل المنتشرة، يعني بيحط المشكلة المنتشرة أكثر شيء بالمدرسة، مشان شو نحن نجد له حلول أثناء اجتماع مجلس أولياء الأمور. نعم. فنحن عندنا مشكلة أنا مثلا شائعة بالمدرسة، ممكن المرشد النفسي أنه أنا يا أهالي أنه نحن عندنا بالمدرسة بمدرستنا مشكلة أنه مثلا أنا التحصيل الدراسي مثلا وسط. نعم. فبيعرض هو مشكلته، بيصير نقاش نحن بيننا وبين الاهالي انه مثلا في 50% من التحصيل من الطلاب عندهم مشكله بالتحصيل، هو ما في هيك حصيله يعني، فهو. نعم. دائما بيناقش المشاكل اللي شائعه اكثر شيء بالمدرسه، هاي. نعم. بالنسبه للارشاد، طبعا هو كمان في عندنا نحن خطه ارشاديه للمدرسه، بيطلع الاهالي على الخطه الارشاديه، ممكن. نعم. كمان هو يعطيهم الخطه الصحيه انه يرشد الاهالي بالنسبه لموضوع النمو لدى الطالب كذا، بحطهم كمان بصوره الموضوع انه انا كمرشد لازم الطالب يتغذى، لازم كذا، واهم شيء كمان الصحه الجسديه النظافه، انه. نعم. ممكن يطلع الاهالي انه يحطهم بصوره النظافه بالنسبه لموضوع الطالب. نعم. استاذ زياد، يعني اجتماع اولياء الامور هو هل يعتبر تعارف بيتم بين الكادر التدريسي والتعليمي مع اولياء الامور، وممكن نتحدث عن نشاط الطالب ضمن المدرسه او عن الحصص الدرسيه كيف عم تتم؟ حضرتك ذكرت ببدايه الحلقه انه هو الاجتماع ببدايه العام لنفترض هو يختلف عن الاجتماع بمنتصف العام. نعم. تفضل. اجتماع اولياء الامور ببدايه العام الدراسي هو لوضع خطة، لعرض الخطة المدرسية كمدير مدرسة كمعلم صف للتعامل مع التلميذ داخل الصف. نعم. طبعا بشكل عام لسنة أو لعام دراسي كامل. اجتماع أولياء الأمور هو عبارة كمان عبارة عن تعارف. نعم. طبعا أنا كولي أمر لازم أعرف أنا معلمة ابني. نعم. بالمدرسه
اني انا اشوفها واحكي معها، اتناقش معها، اتحاور معها لمصلحه ابني انا كولي امر. وكذلك الامر بالنسبه لولي للمعلم كمان لازم يتعرف على ولي الامر بشكل شخصي، مو فقط بس على التليفون. يعني لما بيكون في نقاش شخصي بين المعلم وبين ولي الامر تحل مشاكل كبيره جدا. نعم اكيد. بالنسبه للطفل، اما على الهاتف يجوز تدخل افكار ما انا موجوده، يعني اما لما بيكون كوجود شخصي باجتماع ولي الامور، انا معلم مثلا الصف الاول، معلم الصف الثاني الثالث الى ما هنالك لنهايه الصفوف، انا ابني عند الانسه الفلانيه بتناقش. طبعا النقاش طبعا لازم يكون نقاش تربوي، نقاش يعطي فائده نعم للتلميذ لولي الامر وللمعلم. نعم فهذا التعارف لازم يكون في عندنا تعارف بين اولياء الامور، لازم يعرفوا مدير المدرسه مين. انا اذا بدي مثلا بدي فوت على المدرسه لازم اعرف انا مدير المدرسه مين، معلم ابني مين هو، انو صف مثلا، انو شعبه. نعم يعني هلا في اولياء امور كثير بفوت بيسال ابنه بتقول له انو صف، بيقول لك الصف بس ما بيعرف انو شعبه، حتى احيانا ما بيعرف الصف. فمنضطر نفتح القوائم الاسميه للتلاميذ ودفاتر التفقد لنعرف ابنه مثلا انو شعبه. طبعا احنا بيكون عندنا الصفوف عده شعب، مثلا الصف الاول عندي 5 شعب مثلا، فلازم يعرف لما بيتقابل مع المعلم باجتماع اولياء الامور او بزيارته للمدرسه. طبعا احنا زياره اولياء الامور حسب الخطه الوزاريه يوم الثلاثاء، يوم واحد بالاسبوع يحدد، يعني يفضل انه تكون يوم مثلا بنصف الاسبوع يوم الثلاثاء. طبعا اثناء الحصه اثناء الفرصه نعم هالعشر دقائق يتعرف ولي الامر مع المعلم بالنسبه لابنه، بالنسبه لتحصيله العلمي، كل شيء. هذا لما بيكون في عندنا زيارات بيجي بيعرف انه انا ابني بالصف الثالث شعبه ثانيه. نعم نتيجه التواصل عرف. فبدايه العام الدراسي كمان لازم هو يعرف انه ابنه مثلا عند المعلمه الفلانيه. طبعا مو شرط هو فايت طالع لعند الانسه بشكل دائم، تمام بيغني انه مثلا بالشهر مره زياره واحده او عند الطلب. نعم يعني هلا في زيارات اولياء الامور بيجي هو بده طلب كولي الامر، انه انا ابني مثلا ابني اليوم ضعفان، ابني حالته الصحيه مثلا في سخونه مثلا، تم يخبر المعلم بوضع عن حالة ابنه. وكذلك الامر بالنسبه للمعلم يطلب ولي الامر طبعا عن طريق حضور ولي امر الى المدرسه. نعم طبعا في طبعا وسيقه. نعم المعلم يطلب ولي امر تبليغ خاص، تبليغ كولي الامر حضور الى المدرسه. لازم يكون في عندنا حضور كامل يعني من قبل ولي الامر ومن قبل المعلم. فلذلك اجتماع اولياء الامور بدايه العام الدراسي، بدايه الفصل الثاني بعد الامتحان النصفي، هذا ضروري جدا التعارف ما بين بعض لاستنباط القدرات المعرفيه عند نعم. الطالب نعم. واي مشاكل ثانيه طبعا لازم تكون على بينه فيهم. نعم استاذ زياد، مثل ما تحدث الاستاذ زياد ذكر انه بيكون في باجتماع اولياء الامور نقاش تربوي ذو فائده. اذا كلا الطرفين سواء المعلم او الكادر التدريسي اللي مجتمع مع اولياء الامور يجب ان يكون في بيناتهم فن بالحوار لحتى نقدر نحن نتوصل لحل من هدف اي مشكله موجوده بهدف هي الجلسه. كيف منفعل هذا الحوار؟ طبعا انا اذا بدي اول شيء بحط مشكله، المشكله اللي بدي احطها لازم انا احط لها شو هي خطوات حلها. نعم اسمع اراء واخذ انا الاراء بعين الاعتبار، يعني نعم. انا ما فيني همش ولا راي من الاراء الموجوده عندي، بعدين انا بختار الاراء المناسبه الموجوده لحل هاي المشكله. نعم. من خلال طبعا الحوار انا بناقش مثلا بحط مشكله بالموضوع، انه لو افترضنا انه انا مشكله مثلا تسرب، شو هي مثلا، ليش الطلاب عم تتسرب من المدرسه، باخذ عده اراء من الاهالي، انه ممكن انا يقول لي الاب انه انا مثلا بحاجه ابني انه يروح يشتغل يوفر لي انا مردود مادي للاسره.
واحد ثاني ممكن انا الولد ما حب الانسه، ممكن نعم. يهرب من المدرسه انه نعم. هو الولد ما ممكن ما تاقلم مع جو المدرسه، نعم. فانا باخذ من جميع، باخذ كل الحوارات وكل يعني باخذ كل الاساليب المشكلة يعني بكل الامور اللي بتتعلق بالمشاكل، بحط لها انا شو هي اللي لازم انا يعني باخذ الحلول المناسبه لايجاد حل لهي المشاكل الموجوده عندي. نعم، ونحن بنتمنى يعني بكل المدارس وبكل المنازل ما يكون في ولا اي مشاكل عم تحدث مع ابنائنا الطلبه او حتى مع الكادر التدريسي. طبعا انا مكمله هي الحلقه معكم ولكن بعد الفاصل. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني وتبادلني كل الحب. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. في مدرستي أتعلم كل الكلمات، الله الله بابا بابا وطني عالمي، أكتبها في قلبي ودمي. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. في مدرستي ألقى أصحابي في الملعب، تلعب ساعات لا نتعب كرة وقدم، والضحك نغم. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. في مدرستي ننشد أغنية وطنية، ونحيي العلم بساحتنا ألف تحية. هل تدري ماذا في قلبي؟ مدرستي الحلوة في قلبي، وأبادلها وتبادلني كل الحب. هذه مدرستي يا عمي سحر وجمال، مدرستي لو تدري أمي أم الأطفال، هذه مدرستي. مشاهدينا نعود معكم للتأكيد على استثمار التعاون التعليمي والإداري بشكل إيجابي للحصول على تحصيل دراسي مثمر لأبنائنا الطلبة، والذي يعتمد طبعا على المناخ المدرس والمدير الناجح، يعمل على بناء العلاقة بينه وبين المعلمين بالاعتماد على أسلوب الثقة وبالتركيز على بناء الجوانب الإيجابية وتطوير القدرات وتوطيد العلاقات أيضا، مما يوفر فرصة لخلق أثر إيجابي لدى المعلمين وزيادة انتمائهم للمؤسسة التي يعملون بها، وبناء مساحة من التفاعل الخلاق بين الإدارة والمعلم، مساحة ستشكل بيئة تعليمية قائمة على الفهم والانفتاح. للحديث عن فن التعامل الإداري مع المعلم ومتى يصبح فعال لتمكين العمل الإداري في العملية التعليمية، نواصل محورنا مع ضيوفنا الأكارم. بداية خلينا نحكي عن يعني العلاقة بين الإدارة والمعلم. كنا عم نحكي عن العلاقة بين الأهل والكادر التدريسي، هلا خلينا هيك ننتقل شوي إنه كيف بتكون العلاقة فعالة فعلا بين المعلم والإدارة؟ بس نوجد الثقة بين المدير، نعم، والكادر الإداري أو التعليمي الموجود عنده، فهي وجدت المحبة. يعني أنا بدي مثلا أنساتي دائما يكونوا قريبين إلي، لازم، نعم، يكون إلي ثقة فيهم، ثقة تامة، نعم، أنه أنا شو ما انطلب مني أو شو ما طلبت منهم أنا طبعا ينفذ طبعا ضمن الخطة الدرسية. بس كانت في ثقة، يعني في محبة بين الطرفين. بس ما يكون في ثقة فأكيد الكادر راح يكون في خلل بالكادر. هاي بالنسبة لموضوع الثقة. كيف نخلق هاي الثقة؟ الثقة بين الكادر الإداري والإدارة بشكل خاص، المدرس التعامل، أو بين المعلم، نعم، بشكل عام طبعا، معلم إن كان معلم صف أو مدرس، نعم، اختصاص. العلاقة يجب أن تبنى مثل ما حكى
زميل تبنى على الثقة. نعم. فهي الثقة أنا كيف بدي أبني ثقة بين الإدارة نعم. وبين الكادر التعليمي؟ بداية يجب أن يكون هناك في عدل بين الطرفين. نعم. يعني أنا ما بصير ميز معلم عن معلم آخر على حساب معلم آخر. مثلا الإذن الإداري مثلا أنه أعطي فلان المعلم الثاني ما أعطي. بهي لما بيكون ما في عدل عندي بالمدرسة بين العلاقة بين المدير وبين المعلمين عدم الثقة بيحدث شرخ بين الإدارة والمعلمين. فلازم يكون في عنا عدل نعم. بالنسبة بالتعامل لازم يكون في احترام نعم. متبادل. مو أنا كمدير المدرسة اتعامل كمعلم الصف أنه هو أدنى مني بالمستوى. لا، نحن إدارة معلم كلياتنا موجودين بالمدرسة لخدمة العملية التربوية. طبعا ما في فرق لا بين مدير ولا بين معلم، ولكن هناك قوانين وأنظمة يجب أن تنفذ داخل المدرسة لإيصال المادة العلمية. الهدف من وجود المدرسة بشكل عام هي وصول المادة العلمية للمتعلم اللي هو نعم. التلميذ. فالعدل والاهتمام تمام. كمان لما بيكون المحبة. لما بيكون في علاقة محبة ومودة مو علاقة نعم. تسلط نعم. أو علاقة أنه أنا لازم كمدير لازم أنا بحكم موقعي بالمدرسة أني أنا مثلا آمر ناهي بالمدرسة. لا، وقراري هو دائما قرار نظامي. لا، نحن في عنا يعني لازم يكون التعامل مبني على المحبة والمودة نعم. لحتى نطلب، أنا بدي أطلب من المعلم يعطي درس. فأنا إذا هذا المعلم ما كان هو من داخليته رغبان تماماً نفسياً، والعامل النفسي يؤثر كثير جداً على الأعطاء عند التلميذ طبعاً. فهذا المعلم لما بيكون في علاقة مودة ومحبة بينه وبين المدير يدخل إلى القاعة الصفية ويعطي بكامل قواها العلمية نعم. يعني المادة العلمية أنا بوصلها بكامل، تشكل عنده راحة أفكاره. نفسية نعم. فبهالعملية هاي لما صار في مودة محبة عدل، شاف المعلم أنه المدير ما بيميز بين فلان وبين فلان، بين المعلمة وبين معلم أو نعم. معلمة مع طبعا احنا كلياتنا داخل المدرسة لخدمة العملية التعليمية. نعم. استاذ وائل، يعني ايضا يقع على عاتق المدير مسؤولية كتير كبيرة. المدير هو قائد هذه المدرسة طبعا. وهو الذي يقود كل العملية التربوية. القرارات بتطلع من عنده، القرارات كلها تعود يعني عند المدير. قديش مهم انه يعني يكون هذا المدير هو فعلا عم يتصرف بشكل صحيح ولائق ليبني علاقة تواصل جميلة بين الكادر الإداري، الكادر التدريسي طبعا. والإدارة نفسها. طبعا اي مدير ناجح لازم ياخذ دائما، مو دائما تصدر القرارات من عنده هو نفسه، ياخذ اراء الكادر الموجود عنده. انه انا عندي مثلا موضوع، شو رايكم؟ هو راس الهرم، بس لازم ياخذ باراء الغير. نعم. مو دائما هو بيكون مثلا لو راس الهرم لازم نعم. ياخذ قرارات غير ممكن نعم. القرارات اللي بتاخده اللي بياخذ نعم. القرارات اللي هو بيصدرها ممكن نعم. ياخذ قرارات ثانيه تكون افضل من القرار اللي هو بده ياخده نعم. فالمدير الناجح لازم ياخذ دائما يسمع قرارات الاخرين، بيستفيد منها، بياخذ الايجابيات تبعها، ممكن يتلافى السلبيات تبعها. فمن خلال المعامله طبعا انا اذا بدي اخذ مثلا بدي اعالج مشكله لازم انا يعني بالمدرسه لازم نعم. انا مو لحالي، انا اكون لازم يكون معي المعلمين، لازم يكون معي الارشاد. مو انا مثلا والله بس انا اللي بعرف حل، لازم الكل العالم اللي تشارك معي انه انا اخذ راي الاشخاص الموجودين عندي. طبعا من خلال انه انا بشارك الكادر الموجود عندي فاكيد انا حاتوصل لقرارات بتكون اكيد فعاله. نعم. استاذ زياد، قديش مهم ايضا يكون في يعني حوار شفاف، حوار منطقي، حوار ذو هدف بين الاداره والمدرس، الكادر يعني التوجيه، وحتى الكادر الاداري بشكل عام. طبعا عندما يبنى الحوار بين المعلم وبين المدير على الشفافية والصدق والثقة تمام؟ نعم. المبني على الثقة نعم. مثل ما حكينا سابقا العلاقة لازم تكون مبنية على الثقة، مبنية على العدل. فأنا هذا الشيء لما بيكون في ثقة بيني وبين المعلم نتجاوز جميع الأخطاء أو
المشاكل التي نتعرض لها بشكل يومي داخل المدارس. طبعا لما بيكون في عندي علاقه جديه، علاقه شفافه، ما في شيء انا مثلا انه انا احكي مع المعلم بصيغه معينه نعم. وبعد ما يطلع انا بحكي صيغه ثانيه، فلازم يكون في عندنا صدق متبادل. يعني انا لما بدي احكي مع المعلم بحكي بصدق، نعم، ما في شيء اسمه انا لف ودوران، انه انا بوش الانسه حكيت او تمسيح جواب. يا عيني عليك، يعني نحن هاي الاسلوب واضح، يعني نعم. يعني انا لما بكون عم مسح جوخ قدام الانسه واضح بيكون علي اني انا ما عم بحكي بشكل جدي او شفاف، فلازم تكون العلاقه مبنيه على الصدق، تمام؟ نعم. لحتى تكون شفافه لازم تكون صادقه، نعم، تمام. نعم. هذا الشيء بيولد بين المعلم وبين الاداره علاقه، نعم، مودة ومحبة طيلة العام الدراسي. نعم أستاذ وائل، يعني بعيدا عن المجاملة وبعيدا عن يعني الملاطفة اللي ممكن تصير بين المعلم والكادر الإداري، يعني الإدارة تقوم على تقييم لعمل المعلم ضمن الحصة الصفية، على ماذا يتم هذا التقييم؟ تقييم المعلم الحضور، حضور، نعم، حضور طبعا الدروس. طبعا احنا كل معلم عندنا خلال الفصل الاول بيعطي درس توضيحي والفصل الثاني بيعطي درس توضيحي، بس الدرس التوضيحي ما بيقيم معلم. طبعا حضور بشكل مستمر، التحصيل الدراسي، التحصيل الدراسي للطالب، التحصيل الدراسي، نعم، ممكن انا اقيم عمل المعلم. يعني انا اذا معلم دائما التحصيل الدراسي للطلاب تبعه هي مستوى متدني، نعم، فاكيد في خلل بموضوع العمليه عنده، العمليه التعليميه عنده. إذا أول شيء الحضور، ثاني شيء التحصيل الدراسي، ثالث شيء حتى الأهالي، حتى الأهالي فيهم إنه يقيموا أحيانا إنه نحن الآن هاي بشكل دائم عم نساوي اختبارات، عم نساوي سبر للطلاب، فبتحسي إنه الأهالي حتى عم تعطيك صورة عن المعلم، نعم، إنه هذا المعلم بشكل دائم متابع لطلابه. وطبعا نحن بنكون صورة أكيد، كل آنسة عندنا بالمدرسة بنعرف نحن شو طريقة إعطائها، شو اهتمامها بالطلبة، بس كمان الأهالي لهم دور. يعني احيانا بيجيك اب استاذ انا بدي انقل ابني من عند هاي الانسه حطه عند هاي الانسه، ليش؟ بيقول لك هاي الانسه انا ابن جيراني عندها، هاي الانسه بتعطي هاي الانسه. فكمان احيانا الاهل لهم دور بتقييم المعلم، نعم، تمام. اكيد. اذا التحصيل الدراسي، نتيجه الطالب هو سواء كان ايجابي او سلبي، والحضور المستمر للمعلم. نعم صدقا، يعني نحن احيانا بيكون عندنا ضيوف بحلقاتنا بالتربويه، عندنا اساتذه مبدعين، معلمين مبدعين، يعني بدايه من تحضير الدرس لاعطائه لطريقه الشرح او حتى طريقه التعامل مع الطلاب. ما بعرف يعني اذا في بيكون في حوافز لهذا الموضوع او لا. طبعا هلا بالنسبه للمعلم الحوافز هي دائما الخبره، نعم، تزيد من الإعطاء، من الصدق بالمعاملة، صدق بالإعطاء، بوصول المادة العلمية، تمام. فهذا المعلم بشكل عام التحفيز هو يمكن كلمة شكر للمعلم، معنوي، معنوي، بتزيد عنده الفاعلية داخل الصف، نعم. يعني مجرد أنه كمعلم صف، ولا في ناس تقول لك معقول أنا مثلا كمدير مدرسة أشكر معلم؟ إيه بشكره المعلم داخل الصف. متميز، ليش ما بشكره؟ دائما التحفيز، انا بشكر المعلم امام التلاميذ، نعم. طبعا هذا الشيء بيزيد من ثقه المعلم بنفسه، انه انا مثلا عم بعطي، عم ما في حدا يقدر عملي، في ناس مثلا عم تشوف. طبعا انا بجوز ما اشوف اعطاء المعلم، نحن طبعا نحن كخطه التعليم الاساسي عندنا نحضر دروس لدى المعلمين، نعم، طبعا كخطه شهريه او اسبوعيه، كل اسبوع مثلا بنحضر درس عند يومين ثلاثه بنحضر درس عند المعلم. انا لما بحضر درس عند المعلم، لما بقوم قدام التلاميذ بشكر المعلم، تمام، وبعطيه حافز قدام المعلم، حتى المعلم يصير بيعطي بشكل مضاعف، صار عنده ثقة بنفسه بشكل جدي ومضاعف، انه انا كمعلم المدير شكرني. نعم. قبل ما نطلع فاصل بالنهاية، يعني هذا السؤال، نحن شو بنقصد بالحافز؟ شو بنقصد بحوافز المعلم، حوافز المدرس؟ كثير بنسمع انه في نظام حوافز، بس شو هو؟
هل هذا النظام ممكن يكون نظام مادي، بس نحن نعم كمدراء مدارس نحن الحافز هو حافز معنوي. نعم تشجيعي يقصد معنوي فيه هو ايه طبعا الحافز خلال المعنوي. المدرسة نعم. هو حافز معنوي، حافز نعم. انه انا مثلا كشكر، كبطاقة شكر لمعلم، انه انا مثلا انت عم تشتغل بس انا عم اقدر لك تعبك، عم نعم. اقدر لك شغلك من خلال بطاقة شكر للمعلم، اما كحوافز ثانية هذيك حوافز مادية. نعم قديش يعني ممكن هي الحوافز استاذ ترفع من طاقة الطاقم التعليمي والتدريسي ضمن الحصة طبعاً الدرسية؟ بس انا بس اشكر معلم او كذا بحسسه انه انا دائما انه انا مهتم فيه، انه نعم. انا عم اشتغل هذا المعلم في مين مقدر له شغله، نعم بصير عنده ثقة بنفسه. طبعا الحافز مو بس للمعلم، نعم كمان الحافز للمدير، كمان للتلميذ وللمدير للتلميذ. هلا مجرد التلميذ اثناء الدرس اعطى اجابه، مثلا معلم الصف طلب نعم. اجابه من احد التلاميذ واعطى اجابه صحيحه، نعم تحفيز الطالب مجرد انه صفقه طلاعيه للتلميذ، تمام انه شاف رفقاته كلهم عم يصفقوا له صفقه طلاعيه، مثلا اجى المعلم مثلا كطالب صف اول مثلا حطت له نجمه. والله انا ما كنت فكها لتاني نهار لتاني نهار استاذ كنت خليها. فالنجمه هي هلا في بعض بيقول لك يعني شو هي؟ معقول شفت ورقه صغيره؟ بس عند الطالب بتشكل حافز نعم. كبير. عند الطالب بالمراحل الدنيا نعم. اللي هي صف اول ثاني ثالث، لما الانسه بتحط له نجمه حتى بضل حاطه يعني بالبيت، حتى البيت ما بشيلها. نعم كنا نخليها لتاني نهار صدقا يعني، ونشوف حالنا كثير انه الاستاذ حط لي نجمه. هلا في معلمين بيختاروا مثلا السكاكر، نعم بحطوا بجيبته شويه سكاكر، ممكن بتلقى اجابه صحيحه بشيل سكره بيعطيه، فبتلاقي الطلاب صار عندي تحفيز عند مين؟ عند الطلاب، عند باقي الطلاب انه يتشجعوا نعم. ويعطوا اجابات ويدرسوا ليصيروا مثل فلان رفيقنا. نعم مكفين حديثنا مع حضرتكم، ولكن معانا اتصال من السيدة ريم من ريف دمشق. يسعد اوقاتك ست ريم. الو يعطيك العافية. يعطيك العافية تفضلي الاساتذة عم يسمعوكي. يعطيك العافية. الله يعافيك. انا وليدة امر مدرسة القزاز الاولى. اهلا وسهلا تفضلي. حابة أشكر مدارس القزاز بشكل عام والأخص مدرسة القزاز الأولى والثالثة. شكرا لك. تفضلي سامعينك. تفضلي سامعينك. أنا بشكرهم من جهة النظافة والنظام والانضباط، تعيين المدرسين، متابعة العمل. نعم. بشكر الأستاذ زياد على يعني هيك، هو فعلا حقيقي إنسان يعني، هذا حكي وحكي أولياء أمور كثار ومدرسين. شكرا لك. شكرا شكرا لإلك ست ريم. عندك أي استفسار، أي سؤال حابة تطرحيه كون الأساتذة موجودين معنا؟ هلا في بعض المعلمات عاملين مجموعات مع الأهالي، نعم في البعض الآخر بيحسوا إنه لا مراجعة المدرسة، نعم بس بدي أعرف إنه هالشيء يعني إنه بيرجع للمعلمة بالقانون إنه عادي انه بصير تعمل مجموعه بين الاهل والطلاب، ولا لا في منهم لا ما بيحبوا هالشيء؟ تمام نفس السؤال طالب هالشيء. نعم تمام. نفس السؤال اللي طرحناه. انا اسفه خلصتي سؤالك؟ نعم يعطيك العافيه. نفس السؤال اللي طرحناه ببدايه الحلقه انه هل هو اجتهاد شخصي من المعلم انه هو يعمل مجموعه واتساب ويتواصل مع الاهالي، ام انه هو ضمن الخطه من وزاره التربيه انه انت بدك تتابع مع الاهالي؟ هذا كان سؤالنا. انشاء مجموعه على الواتساب هو عباره عن اجتهاد شخصي لدى المعلم، نعم كي يختصر الوقت بإيصال المعلومة لأولياء الأمور، نعم فقط لا غير. أما هي قانوني ما فيش قانونا بيلزم المعلمة لا. إنه هي طبعا كقانون نحن حتى صفحة المدرسة لازم تكون موافقة من قبل مديرية التربية. التربية ما بصير نحن نساوي صفحة، مو اجتهاد أنا من عندي أعمل صفحة للمدرسة بشكل ذاتي، من نعم. عندي اجتهاد شخصي لا، بس صفحة المدرسة اللي على الفيس طبعا بدها موافقة مديرية التربية. اما بالنسبه للمعلم داخل الصف هي عباره عن اجتهاد شخصي. هلا في معلمه بتقول لك انا ما بعطي ارقامي لحدا، طبعا ما فينا نحن نجبرها، ما فينا نجبرها، هاد حريتها الشخصيه. نعم نحن ما فينا، عندها ظروف بالبيت بجوز ما تحسن تتواصل مع الاهالي، نعم يعني ما بنعرف نحن، كل معلم له ظروفه تماما. فالاغلبيه بس الاغلبيه عندهم مجموعات، هو عباره عن اجتهاد شخصي وليس قانون. نعم نحن مكفين حديثنا مع حضرتكم، ولكن بعد الفاصل.
مثل ما شفنا يعني كان الاتصال هيك عطانا دفع معنوي وروح إيجابية، وشكرت الأستاذ زياد. يعني هدول الأهالي بيعطوا معنويات كتير عالية إنه نحن أولادنا مبسوطين بهي المدرسة وعم يطلعوا بنتيجة. مثل ما حكينا من شوي الفقرة الماضية إنه حتى المعلم لما نحن بنشكره نعطيه دافع ليعطي كل شيء عنده، ليعطي كل شيء عنده مادة علمية. كمان مدير المدرسة لما كمان أهالي الطلاب والمعلم، مو شرط بس أهالي الطلاب، حتى الكادر التعليمي داخل المدرسة لما بيشكر معلم أو بيشكر المدير، كمان المدير بيصير عنده حافز أنه يشتغل مضاعف داخل المدرسة. يعني طبعا الحافز هو للطالب، للمعلم، للمدير، لداخل كل شيء داخل السور المدرسة. نعم، خلينا نحكي شوي عن السلبيات أستاذ وائل. قديش يعني بيكون في أثر سلبي لما المدرس أو المعلم بيتغيب عن الحصة الصفية؟ أولاً أنه هو بيصير عنده تكديس معلومات، يعني غاب المعلم عن مادة العربي فصار عنده تكديس لمادة العربي، أنه صار الشعب الثاني أخذت المادة التعليمية، الشعب اللي غاب عنها معلمة هي صار عنده تكديس، فصار هو بدي يحاول يعوض هاي شغلة. الشغلة الثانية بصير عنده تقصير، يعني بصير عنده حتى تحصيله الدراسي بصير كمان سلبي بالنسبة للطلاب. الشغلة الثالثة غياب المعلم عن المدرسة كمان بشكل عبء على الكادر الموجود بالمدرسة، انه انا كل ممكن انا ادخل عندي مثلا انا عندي كادر اداري بدي يغطي محله، بدي ادخل امانة السر، ممكن امانة السر عنده شغل، فهذا كمان بيأثر على سير العملية بالنسبة للمدرسة. ثاني شغلة بيعرقل الخطة الدرسية، نحن من بداية العام الدراسي بيبعتونا من الوزارة انه كتاب العربي بالشهر كذا في درس 2-3 هذا بده ينعطى خلال اسبوع، فهذا كمان انه بيعرقل حتى تطبيق الخطة الدرسية الموجودة بكل عام. بدنا حلول. حلول طبعا في احيانا يعني مدرس مضطر عنده حاله اضطراريه ما فيني انا، بس في مدرس احيانا ما بيجي على باله يجي، فانا يعني كرأي شخصي انه خلي انا مثلا الغياب والحضور بايد المدير، انه انا ما بعطي، يعني احيانا انا مثلا ما بعطي اذن، بيطلع بياخذ احاله صحيه على الصحه المدرسيه، ممكن يجي بثلاث ايام، ممكن يجي يغيب المعلم ثلاث ايام، فخلي رأي لمدير المدرسه بغياب المعلم، رأي لمدير انه انا عندي حاله اضطراريه، بس كمان لازم مدير المدرسه يشرح للصحه المدرسيه انه هذا يعني ممكن ما يكون عنده لا حاله اضطراريه ولا شيء، حابب وربما يرتاح. يكون فعليا المدرس عنده حاله اضطراريه، يعني انا اذا مثلا اذا المدرس كثير راسه عم يجعه ما في، انا مالي قادر اوقف بالصف طبعاً. انا اعطي درس ما بقدر اعمل بهي الحاله. كمان مدير المدرسه ما هو كمان انسان وبيراعي الشعور. نعم. يعني مدرس ما انه حسنان يداوم، طبعا اجباري المدير ما راح يخليه بالمدرسه انه انت لا اجباري عنك بدك تداوم وتعطي، بنقول له انه لا تستسلم للمرض وقوم ادخل على الحصه الصفيه. طبعا نحن عم نحكي كغياب المعلم عن الصف، انا لما بلاحظ في عندي غياب لمعلم عن الصف بشكل متكرر نعم، انا بجيب المعلم وبقعد انا وياه نتحاور انه شو المشكله اللي عندك انت كغيابك متكرر. يعني مثلا انا مثلا في عندي مثلا نحن في عندنا اجازات اعتراضيه مثلا، يحق للمعلم مثلا بالفصل الاول مثلا 3 ايام، الفصل الثاني 3 ايام. طب نحن طبعا نحن بدايه العام الدراسي بنعقد اجتماع للمعلمين، طبعا هذا الشيء نحن بنبين للمعلم انه شو له وشو عليه داخل المدرسه، شو واجباته وحقوقه، يعني انت كمعلم صف انت ملزوم بهذا الصف بشكل يومي. هلا في عندنا اجازات اعتراضيه، هي الاجازات بنخليها نحن فقط للضرورات، يعني خلي انت امورك كقانون نظام داخلي عندنا عندك هالثلاث ايام يعني لا تاخذهم الا للضروره القصوى. يعني طبعا بغض النظر عن الاحالات الصحيه او الاجازات البلا اجر شهريه او سنويه، احنا عم لما بيكون في عندي غياب متكرر للمعلم انا لازم اعرف انه هذا المعلم بقعد بتناقش معه انه انا انت كمعلم يكون شفافين يعني شوي، طبعا انه انا مثلا انت مثلا كل اسبوعين بتغيب لك يوم مثلا انه في سبب معين، في ظروف شخصيه مثلا، في حالات اسريه مثلا، مشاكل عائليه، يعني نحن نكون على بينه انه
مثل ما حكينا ببداية الحديث لازم يكون العلاقة بين المدير وبين المعلم مبنية على الصدق، نعم، مبنية على الشفافية بين الكادر كامل. نعم طبعا استاذ وائل، مثل ما ذكرت حضرتك من شوي انه يكون لكم يعني رجوع او يرجعوا لعندكم الساحة المدرسية في رأي. حال بدهم يعطوا او يكون لكم رأي في حال بدهم يعطوا يعني اجازة للمدرس، ايمت المدرسة ايضا بيكون الى رأي وتدخل، او مو المدرسة، المدير يعني كشخص ايمت بيكون له رأي وتدخل بالحصة الصفية اثناء اعطاء المدرس الدرس؟ متى تتدخل الإدارة؟ يعني كل مدرس له أسلوب معين بيعطي الدرس بطريقة معينة، إمتى بتحسوا أنه هون صار لازم الإدارة تتدخل بطريقة أعطاء يعني المدرس؟ يعني قصدك أنه ممكن أنا مدرس ما عم يحسن يوصل المعلومة. طبعا في أساليب وفي خطط ممكن أنا أطلع عليها، أنه أنت مثلا الهدف السلوكي لازم أنت توصله بهذه الطريقة، أعطيه عدة أساليب عدة طرق لإيصال المعلومة للطلاب. ممكن أنا خليه يحضر عند معلمة متمكنة، ممكن انا لا. تخريج جديد انه ما عنده خبره انه بتلقين الدرس، ممكن انا خليه يحضر عند معلمه متمكنه عندها خبره، نعم، عندها سنوات خبره، طريقتها حلوه بالاعطاء، خليه يحضر عندها او زميلتها تحضر عندها لتلافى السلبيات الموجوده اللي هي عم تعطيها للطلاب. هاي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن انا اعمل لهم دورات، ممكن انا اختار مثلا فريق خاص متمكن خارج اوقات الدوام انه اساوي لهم دورات طبعا للمعلمين اللي ما عندهم خبره. نعم هاي طريقتين. نعم استاذ زياد، يعني حسب خبرتكم بالمدرسه كيف نحن ممكن نعمل على تحسين عمل المعلم واعطائه ضمن الحصه الصفيه ايضا؟ يعني حالات ممكن مرت معكم؟ هلا بالنسبه للمعلم داخل الصف كل معلم له اسلوب يختلف عن المعلم الاخر. نعم ما فيك تحطي اسلوب معين للاعطاء او طريقه معينه للاعطاء. طبعا نحن في عندنا طرق كبيره كثير طبعا ووسائل واساليب لكل معلم انه لازم يحترف بهالوسيله وهالاسلوب انه يتعامل داخل الصف. نعم يعني حتى الوسائل التعليميه دائما الدرس لما بيكون غني بالوسائل التعليمية يعطي المعلم فاعلية داخل الصف من حيث الأعطاء، من حيث شرح الدرس، تمام؟ هاد كل أسلوب. ما فيكي أنا مثلا أنا إلي أسلوب يختلف بجوز عن أسلوب الأستاذ وائل داخل الصف، بس ولكن الأساليب جامعها بتلتقي بهدف معين أنه نحن في هالمعلومة في خطة أستاذ زياد، أنه أنا مجرد ما أنا طبقت الخطة الدرسية فأنا وصلت المعلومة في عندنا أهداف، في عندك أساليب، في عندك وسائل تعليمية، هذول نمشي نحن فيهم داخل الصف ليوصل المعلومة للتلاميذ. نعم أستاذ وائل، أيضا قديش مهم المسابقات يلي بتتم مثلا بين الكادر التدريسي، سواء مسابقات أفضل معلم من الناحية النفسية، الناحية الاجتماعية، حتى يعني من ناحية إعطاء الدرس وغيرها؟ طبعا هي بس صار في تنافس، يعني صار في حافز. نعم. يعني أنا مثلا بدي أحفز هالمعلم ساوي لهم مسابقات من بعض. نعم. مجرد ما أنه بس صار عنده نوع من الفوز فهو صار عنده ثقة بنفسه، صار عنده اندفاع ليعطي أكثر. نعم. تمام، من خلال طبعا المسابقات اللي بتجري بين المعلمين، اللي هي انه انا بحفز المعلم بعطيه ثقه بنفسه اكثر، بخليه عنده شو الاجابات، شو هي الايجابيات، شو هي السلبيات، فبصير عنده تمكن اكثر من تلقين المعلومه للتلاميذ. نعم قديش مهم النقد الايجابي اللي ممكن الاداره المدرسيه توجهه للمدرس؟ طبعا النقد هو عباره عن لازم يكون نقد بناء. نعم. من شروط النقد أنا إذا بدي أنقد معلم هذا النقد لازم يكون نقد بناء. يعني الهدف من النقد أنه نحن نعالج مشكلة كانت موجودة مثلا داخل الصف أو عند المعلم بشرح الدرس، مثلا طريقته بالإعطاء. نعم. استخدام الوسائل التعليمية، التعامل مع التلميذ داخل الصف. هذا أنا لما بيجي لعند المعلم ومنعمل نقد لازم يكون نقد إيجابي. نعم. ما في نقد سلبي، لازم نبدأ دائما بالنقد بالإيجابيات. ممكن ننتقد معلم قدام التلاميذ؟ لا
أكبر غلط نقد المعلم نحن داخل انتهاء الصف عند انتهاء الدرس التوضيحي أو النموذجي. نعم. طبعا جميع اللي بيكونوا حاضرين معنا بالدرس بناخذ نعم. أول شيء بنعطي لكل حدا من المعلمين الموجودين معنا شو عنده إيجابيات. طبعا نبدأ بالإيجابيات، ما فينا نحن نجي كمان نحبط المعلم من أول شيء نبلش معه بالسلبيات. نعم. فدائما بناخذ إيجابيات الدرس وآخر شيء نتطرق للسلبيات. طبعا حتى السلبيات والنقد السلبي لازم يكون باسلوب تربوي، يعني ما نجرح بالكلام. نعم. يعني حتى انا كمدير مدرسه اذا بدي انقد معلم صف ما لازم انقده قدام زميله معلم صف. نعم. طبعا بيكون في خصوصيه بالنقد السلبي. كنقد ايجابي بالعكس، انا لما بكون في نقد وايجابي نعم امام التلاميذ امام المعلمين هذا بيعطيه دافع، بيعطيه حافز، فلذلك لازم يكون النقد بناء لحتى نوصل للفكرة اللي نحن حاطينها اللي عم نتناقش لنوصل لنتيجة. نعم، حضرتك عم تذكر مصطلحات يعني جدا جميلة، نقد إيجابي، نقد بناء، بيئة مدرسية ناجحة وإلى آخره. في حال كان في مشاحنات وتوتر بالبيئة المدرسية، الطلاب بين بعضها، حتى المدرسين بين بعضهم، أو حتى الكادر الإداري نفسه يعني بين بعضهم، بنشوف أنه في مشاحنات. كيف بحل مدير المدرسة هاي المشاحنات؟ كيف بيتدخل؟ يعني أوكي بين الطلاب عادي أنه نشوفها، ولكن يعني نحن بنستغرب لما في بعض الحالات بنشوفها بين المدرسين، صح، حتى بين الإداريين نفسهم. المشاحنات موجودة. هلأ نحن ما بدنا نحكي عن بيئة مثالية أو كمجتمع مثالي أفلاطوني، لا. نعم. نحن بدنا نحكي دائما هناك مشاحنات. نعم. بين التلاميذ بين المعلمين. نعم. بصير في عندنا مشاحنات بين المعلمين نتيجة الغيرة. نعم. يعني سبب رئيسي انه كغيره. نعم. مثل ما حكينا ببدايه الحديث، لما بيكون في عدل من المدير. نعم. بين المعلمين بيؤدي الى محبه وموده بين الكادر التعليمي والكادر الاداري. نعم. لما بيصير في عندي تمييز داخل حرم المدرسه بشكل عام، طبعا في معلمين بصير عندهم نوع من الغيره لدى اتجاه المعلم الاخر، فهذا الشيء بيصير عنده نوع طبعا مع الايام او مشكله صغيره بتكون بيناتهم نتيجه سوء فهم مثلا او نتيجه طرح فكره ما ناسبت زميله كمعلم ثاني. هلا هي الاخطاء نحن بنتلافاها بالنقاش بالحوار. طبعا انا كمدير مدرسه كيف بدي اتلافى انه مثلا انا عندي اثنين معلمين وصل الشحنات بيناتهم علي صوتهم مثلا شوي، طبعا انا فورا بتدخل. طبعا التدخل يجب ان يكون باسلوب تربوي وليس تدخل تسلطي انه كمدير مدرسه انا لازم اتدخل، لا، انا بتدخل كاسلوب تربوي انه نحن بمدرسه. نعم. بيئه تربويه، بيئه تعليميه الهدف منها هي التربوي. نعم. فلذلك نحضر المعلمين اللي عم يتشاحنوا، نتدخل باسلوب تربوي، نتناقش انه وين المشكله او سوء الفهم اللي بينك وبين زميلك، فمنحاول نحن أول شغلة نستخرج المشكلة اللي هي كانت سبب هاي المشاحنة اللي تمت بين الكادر. طبعا نحن عم نحكي بشكل عام معلم أو إداري، بغض النظر معلم صف إداري اللي هو، طبعا نفهم شو المشكلة، نحن ناخد رؤوس الأقلام الموجودة عندهم. نعم. نفهم أنا شو مشكلته. هلأ بجوز أنا لما بدي حل مشكلة مثلا ما أجمع الاثنين بطرف واحد مباشرة، أنا بجوز أسمع كل واحد على حدة. تمام. أنا لازم إذا بدي حل مشكلة جذرية طبعا لازم أفهم من كل واحد وجهة نظره. نعم. تمام. أنا بجوز أخذه على الغرفة لحاله، فوت معه على الغرفة، مو شرط فوته لعندي على الإدارة أنه أنا أخلي الأستاذ برا، لا، أنا بجوز أخذ الأستاذ وفوت على الغرفة إدارية تانية أنه أستاذ أو أنسة في مجال بس تشرحي لي شو الموقف اللي صار من بدايته. نعم. طبعا هون هي بتشرح لي، بيجي بأخذ الأنسة المعلمة التانية، كذلك الأمر بالنقاش بينه وبينها. لما أنا نعم. بجمع الاثنين مع بعض لازم يكون عندي خلفية سابقة عن المشكلة اللي صارت بين الاثنين وشو وجهة نظره. نعم. كمعلم وشو وجهة نظر المعلم الآخر كإداري أو كمعلم. تمام. هون لما بفهم أنا المشكلة طبعا بضع حل لها المشكلة تناسب الطرفين، أنه نحن كمدرسة كبيئة تعليمية
تمام، مكان تعليمي، مكان تربوي. هو هذا المدرسة هي خلقت فقط لإنشاء جيل. طبعا نحن كمعلمين يجب أن نكون قدوة نعم للتلميذ، قدوة للأهالي، حتى مجرد أنا بالحارة عندي أنا لازم أكون قدوة أمام الجيران، أنه هو دغري طبعا كالمتعارف عليه إذا أستاذ هيك عم يساوي مثلا، كعبارة هي هيك بالعامية يعني، إذا أستاذ وهيك طلع معه، أو كمعلمة وهيك معناتها العتب على الجيل اللي عم، فلذلك لازم نكون نحن حذرين جدا بألفاظنا بتصرفاتنا مع المعلم، مع التلميذ، مع أولياء الأمور، حتى مع المجتمع المحلي. أنا ماني منعزل عن المجتمع المحلي أو ببيتي بحارتي، نعم. لازم نكون قدوة بهذا الشيء. نعم، كلمة أخيرة من حضرتك قبل ما ننهي هي القضية عن الرضا الوظيفي عند المعلم باختصار. الرضا الوظيفي دائما وضع المعلم في مكانه المناسب. نعم، الرضا الوظيفي دائما، أنا كمعلم إمتى أنا بكون رضيان عن وظيفتي؟ لما بكون أول شيء متقن عملي، تمام؟ عارف كل مادة علمية أنا بدي أعطيها. وضع المعلم داخل الصف بإرادته، حكينا بداية الحديث المعاملة، العامل النفسي يلعب دور كبير بتحصيل المادة العلمية من المعلم، تمام؟ أو إيصالها للتلميذ. فهذا الشيء، العلاقة بين المدير والمعلم عندما تكون علاقة جيدة يكون في رضا عند المعلم. نعم، لما بيكون في احترام متبادل في رضا. لما بيكون المعلم داخل المكان اللي هو لازم يكون فيه، يعني أنا مثلا في معلم ما خرج يعطي صف أول مثلا، نعم، ما بجيب أنا معلم، لا لازم تعطي، ما رح يقدر يؤدي. طبعا احنا من الراعي الظروف الفروق السنية مثلا، طبعا الاساليب الطرق، طبعا انا كمدير مدرسة لازم اعرف كل واحد شو مكوناته كاملة، هذا كلياته بيعطي ارضاء واعطاء قيمة للمعلم. طبعا احنا مكفين حديثنا مع حضرتكم، رح ننتقل للقضية الثالثة ولكن مشاهدينا بعد الفاصل. نازح يا أحباب، قلبي اليوم فرحاً دار، نازح نازح يا أحباب.
نستمر معكم مشاهدينا ضمن برنامج قضايا تربوية مع ضيوفنا الأكارم لنعالج معكم أداة من الأدوات التربوية المعززة للتحصيل الدراسي. مشاهدينا، نحن ندرك أن الحوافز هي المثيرات التي تحركنا لتحقيق هدف معين، ومساعدة المؤسسة وخاصة المؤسسات التعليمية والتربوية على إنجاز الأداء بشكل أفضل. يكون الحافز أو التحفيز شيء خارجي يوجد في المجتمع أو البيئة المحيطة، وعلى هذا النحو يمكن القول بأن التحفيز ركن أساسي في العملية التربوية والتعليمية، وعلينا تفعيله بهذا القطاع الحيوي، وهو مسؤولية ومهمة المعلم اتجاه التلميذ أو الطالب. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذه الأداة التي ترفع من العملية التعليمية والتربوية، نتابع وإياكم مع ضيوفنا الأكارم في هذه القضية. طبعا أستاذ وائل، نحن بقضيتنا الثالثة عم نحكي عن التحفيز. التحفيز هو وسيلة، نعم، وسيلة أو أسلوب لتمييز نقاط الضعف الإيجابي أو السلبي عند الطالب. طبعا هي في تحفيز نوعين له، داخلي ضمن المدرسة وخارجي ضمن المنزل. داخلي ضمن المدرسة من خلال أنه الإشادة بالطالب، عبارات تشجيعية للطالب، ممكن يكون تحفيز مادي، ممكن تحفيز معنوي. التحفيز الثاني اللي هو تحفيز خارجي ضمن المنزل، طبعا هذا بيتدخل فيه الأهل من خلال أنه هن بكافئوا ابنهم على طبعا على تحصيله الدراسي الجيد. نعم، هاي بالنسبة للتحفيز التربوي. نعم، تعريفه ونوعه. نعم أستاذ زياد، يعني كيف يأثر التحفيز على يعني إنتاجية أبنائنا الطلبة وعلى دراستهم أيضا؟ طبعا عندما نقوم بتحفيز التلميذ، نعم، مثل ما حكينا سابقا، التحفيز ضروري لاستخراج المادة العلمية من التلميذ أو التحفيز لدى المعلم. نعم، يعني حتى أنا أخذ معلومة واشتراك داخل الصف كتلميذ، كل ما كان التحفيز طبعا داخل الصف هو عبارات عن تشجيعية، نعم، لهذا التلميذ. طبعا التحفيز يجب أن يكون له شروط. التحفيز بالنسبة للطالب لازم أنا أعطيه تحفيز دافع لحتى يجاوب على سؤال مثلا. تحفيز في عنا تحفيز فقط بعد كتابة وظيفة مثلا، حفظ درس. أنا لما بعطيه حافز لهذا التلميذ بستخرج كل شيء عنده، مادة علمية اللي أنا طبعا كمناهجنا الحديثة أنه نستخرج المادة العلمية من التلميذ. هذا التحفيز بيشعر فيه التلميذ بالأهمية. نعم، يعني أنا لما بضع هالأهمية كلها عند التلميذ بيعطيني كل شيء عنده. أما إذا أنا بدي أتعامل مع التلميذ بشكل جدي، بشكل قاسي، فقط أنه أنت جاي تحفظ، تكتب، تدرس، نعم، مع مرور الزمن بمل. يعني في بصير في عنا حالة ملل، بس نعم، مع الحوافز، نعم، تمام، الحوافز والتحفيز دائما تحفيز قدرة لأخذ منه، بدي حفظه أنا لأخذ منه المادة العلمية، نعم، طبعا برضائه هو. والحوافز أنا بعد ما أخذ منه المادة العلمية، هي الحافز إني أنا أشكره. وهي الحوافز لازم تكون إلى توقيت محدد، يعني مو أنا على الفوتة والطلعة أحسن تفقد قيمتها، تفقد قيمتها، تمام. فأنا هاي الحوافز لازم أنا تكون إلى وقت محدد. بنهاية الدرس طالعت أنا تلميذ حافظ درسه، سألته عن فقرة مثلا أثناء الدرس، سير الدرس، جاوب، هون أنا بعطيه حافز، يعني بشجعه قدام التلميذ، فبيعطيني اللي أنا مطالب أني أنا أستخرج هاي المادة العلمية من التلميذ. نعم، نعم أستاذ وائل، أيضا الكلمة التحفيزية يعني لها دور كتير كبير بصنع هذا المستقبل أمام أبنائنا. متى نحن يعني نعطي الطالب كلمات تحفيزية؟ يعني ربما تصدفنا كتير حالات أنه أحيانا الطلاب بيجاوبوا مثلا إجابات غير صحيحة، بيحلوا الوظائف بطرق مثلا غير صحيحة، فنلاقي مثلا أنسة كاتبة على دفتر الطالب أنه أحسن، اهتم أكثر أو أحسنت، أو الوظيفة مثلا كانت رديئة أو إلى آخره.
قديش هي الكلمة سواء كانت إيجابية أو حتى سلبية ممكن يعني ترفع الطالب، ممكن تعطيه تحفيز لقدام، أو إنه إحنا بنصير بنقول إنه الأنسة مثلا كسفته لأبني، خجلته قدام رفقاته، قالت له لا إجابتك مثلا غير صحيحة، قديش بيصير في فرق يعني مثلا؟ في أحيانا معلمات إنه لو الطالب مثلا ما نكاتب وظيفته بشكل صحيح ممكن تحط له عبارة تحفيزية له تشجعه إنه ما تحبط الطالب إنه أنا مثلا الوظيفة اللي أعطيته إياها فيها غلط. العبارة التحفيزية اللي عم تكتب له إياها بتشجعه، ما بيصير عنده إحباط. معلمة تانية بتسأله إنه أنت ممكن أنت بس عم بدك تصير دكتور، اللي بده يصير دكتور لازم يكون عنده قدرات، لازم يكون عنده معلومات، يعني أنا ما لازم أوقف عند هاي إنه أنا مثلا ما بعرف أقرأ، فهي بتطلع عنده على مستقبله، فهي مجرد إنه دخلت لعالمه فهو الطالب بيصير عنده تشجيع، بيصير عنده حب للمدرسة. هاي بالنسبة للتحفيز. يعني حتى في أحد الحالات أستاذ زياد هي حدثت معنا بالعائلة بإحدى السنوات، نحن كان عندنا طفل كثير مشاغب وكثير الحركة وكثير الكلام، ف يعني دائما ملاحظات الآنسة كانت على دفتره أنه هو طالب مهذب. سلبية، إيجابية؟ إيجابية، دائما هو طالب مهذب، هو منضبط، عم تكتب عبارات يعني تشجيعية، تشجيعية غير الواقع، عم تحاول أنه هي تسحبه تمام انه هو يكون مهذب ويكون منضبط بالمدرسه. فهو فعلا بعد فتره ما تجينا عليه بالمدرسه اي ملاحظات، هو بس كان يعني عم يثبت للانسة انه هو فعلا الكلام اللي عم تكتبيه هو صح. هل هي الطريقه هي مزبوطه بتمشي مع كل الطلاب، ام انه الطالب بيختلف مثلا بين البيت وبين المدرسه؟ لانه نحن مثلا بالبيت كثير ممكن نوبخه كاهل، يعني ممكن نكون موانين عليه اكثر من قولاً المدرس. قولا واحدا انسى، سلوك التلميذ داخل المنزل مخالف تماما سلوك التلميذ داخل المدرسه. يعني هلا في كثير اهالي طلاب بيجوا انه يعني معقول مثلا ابني عمل هيك، ابني مثلا حكى كلمة مثلا غير تربوية مثلا، طبعا بتفاجأ انه بالبيت بتلاقيه بجوز مكبوت، انه كبالبيت مثلا انه قاعد بالبيت لا طلع لا فوته، او الاب او الام في مشاكل عائلية، لما بيجي على الصف بيلاقي عنده مثلا 30-40 رفيق، فالابداعات اللي عنده اللي هي مكبوته بالبيت تمام. طبعا احنا ما عم نعمم، طبعا هاي حالات خاصه فرديه. طبعا بتعرفي نحن هلا 30 تلميذ موجود بالصف، كل تلميذ يختلف عن الاخر، يعني في عندنا فروقات فرديه بين التلميذ، بين مستواه العقلي، بين مستواه حتى الجسدي بكامل مستواه النفسي، يعني انه مثلا علاقته النفسيه بتكون بالبيت مع اخوه غير مع رفيقه، قدراته العقلية مثلا في طالب أشطر من طالب. فأنا لما كمعلم الصف، أنا لما بدي أعطي الطالب أن هو مثل ما تفضلتي كثير الحركة والكلام، طبعا إحنا هي من وقت كنا صغار منشوفها، طبعا يمكن كل جلقاتي مكتوب عليها كثير حركة. حتى الأستاذ وحتى أنا هي يعني متعارف عليها. طبعا دائما التلميذ بالمدرسة بيعطي وبيطالع كل شيء عنده، كل يفرغ الطاقه الموجوده عنده، يعني الطاقه اللي عند التلميذ كمرحله اساسيه من الصف الاول لصف السادس، خاصه الطفل بيكون عنده بهي المرحله تمام. يعني طاقه كثير كبيره، انه الطفل شو بده يعمل بهي الطاقه، فبده يلعب، بده يشاغب، بده مثلا هلا نحن المهم انه ما يوصل اللعب والشغب لمرحله الاذى تمام. بس انا كمعلم صف، انا اذا بدي امدح الطالب وهو عكس ما انا عم بمدحه، هلا في اساليب مثلا، انا مثلا هذا الطالب عندي بالصف كثير مشاغب، انا فيني احطه عريف صف مثلا تمام، بخلي الطاقه اللي عنده احط له اياها بمكان انه هو يستثمرها بس مثل ما بدي انا، لحتى اضبط، حاول اني اضبط تمام هذا التلميذ، مو شرط انا احطه عريف داخل الصف، بحطه انضباط داخل المدرسة، بصير هو مثلا بدل ما يشاغب تمام، بصير هو بيضبط حاله وبيضبط رفقاته، لا بصير هو انه انا مثلا المدير حطني انا او المعلم الصف حطني انا انضباط، حطني انا عريف الصف لازم معناتها ما اعطي صورة سيئة عن تصرفاتي، لازم انا كل واحد مثلا عم يشاغب بيجي بضبطه
او بقول للانسه كذا، طبعا بكتب اسماء من الحكي هذا كثير. حتى هلا بنشوف الاهالي بيستغربوا، يعني لما بيجي الطالب بيقول انه ماما الانسه حطتني عرف صف، تستغرب انه الانسه حطتك انت مثلا عرف صف. هلا عرفنا شو الهدف. طبعا دائما انا لازم احط حلول، يعني انا ببدايه العام الدراسي اي معلم لازم يكون عنده خطه، انا كيف بدي اتعامل بالصف، كيف بدي اتعامل مع التلميذ، اذا كان شاطر، اذا كان نحن ما بنقول كسلان، ما في طالب اسمه كسلان، في طالب قدراته العلميه تمام بطيء. نعم، وفي فروقات فرديه، في فروقات ايضا فرديه. انا بدي اخذ بكل بعين الاعتبار كل الظروف يلي نحن طبعا عايشينها. بجوز هو بالبيت عايش عن بيت جده مثلا، نعم، ما عايش مع الاب والام، بجوز يكون الاب شهيد او متوفي، نعم، او خارج البلد مثلا مسافر. فانا بدي اخذ هاي الفروقات الفرديه من الواقع المعيشي اللي نحن موجودين معه، نعم. فانا بدي اعطي حلول، تمام، انا كمعلم لازم اعطي حلول، حط خطه، هي الحلول اني تناسب هذا الطفل. نرجع بنقول طفل لانه هو سن 12 سنه وعباره، نعم، عن طفل، لحتى نحل اي مشكله موجوده داخل الصف او خارج الصف. نعم استاذ وائل، كيف بتم يعني التعامل مع الطلاب يلي بيكون عندها فروقات مثلا فرديه بين طالب وبين اخر؟ في طالب تحصيله العلمي جدا ممتاز، في طالب تحصيله العلمي انه هو بس قرا الدرس، حفظ الافكار الرئيسيه منه، حل الوظيفه، انتهى يعني الموضوع عنده، ما بيسعى انه مثلا هو لا بدي اجيب العلامه التامه، لا انا مثلا بكره انا بدي اطلع مثلا اشرح الدرس بدال المدرس. في كثير يعني هلا نحن عم نشوفها انه هي عم تطبق بالمدارس، انه الطالب هو بيكون هو اللي بيعطي الدرس محل تماما معنا. ثم يعني بيرجع المدرس هو بيكمل السهرات، نعم، اللي اغفل الطالب. كيف بيتم التعامل مع هدول الطلاب وخاصه ضمن يعني الحصه الصفيه؟ هلا هاي يعني داخل الحصة الصفية ما فيني اعالج هيك مشكلة انا، نعم، انا اذا بدي عنده يعني تحصيله الدراسي هو ضعيف، فانا بدي اخليه يتبع دورات تعليمية، نعم، او تعليم فردي ممكن، نعم، او انا شو هو السبب اللي انه هو ما عم يحصل دراسيا، نعم، يعني اطلع على الاسباب، نعم، اضع لهالاسباب حلول لخليه انا يصير تحصيله الدراسي مناسب، نعم، تمام، نعم. استاذ في شغلة ثانية كمان انا سهلة، انا لما بشوف انه هذا التلميذ عنده تحصيله الدراسي بطيء، نعم، انا بتواصل مع الاهل انه هذا الطالب او التلميذ مثلا ابنكم بطيء مثلا بالكتابه، نعم، بطيء بالقراءه. نحن بنتعرض له كثير طلاب بيجوا في عنده بطء ان كان قراءه او كتابه، انا فيني اتواصل مع الاهل، نعم، تمام، انه ابنكم، نعم، مثلا في عنده بطء، فما شرط انا انه بالبيت يقرا الكتاب المدرسي، نعم، انا فيني اطرح انه مثلا كلمه، نعم، على التلفزيون مثلا، على الموبايل، جريده، مجله، اي كتاب مثلا داخل موجود داخل المنزل او على شاشه التلفزيون مثلا، او طبعا احنا هلا شاشه التلفزيون قليله جدا، نعم، يعني الموبايل مثلا، انه اي رساله يعرف يكتب يقرا، انه سرفيس مثلا، انا مثلا بالمجتمع المحلي او بدي اطلع انا مثلا بالحاره انه شو مكتوب فوق السوبر ماركت مثلا، هاد شيء بيخلي الطالب يقوي من مهاراته، نعم، ان كان بالكتابه او بالقراءه، نعم، فهذا الشيء القدرات العلميه او الاكتساب العلمي اللي نحن بدنا اياه منه لازم يكون في كمان مشاركه بين الاهل وبين، نعم، المدرسه. نعم استاذ وائل، ايضا يعني نحن بنشوف بالمدارس حالات خاصه، ربما في طلاب بيعانوا من صعوبات بالتواصل، او ربما في صعوبات بالتعلم، صعوبات بالنطق، تأتأة والى اخره. بهي الحالات الخاصه نحن ككادر تدريسي وككادر اداري كيف نحن ممكن ناثر على هدول الطلاب ونتعامل معهم ونعطيهم تحفيز ايضا؟ تمام. يعني انا بدي هذا الطالب ما يضل مثلا عنده صعوبه بالتواصل مع رفقاته. بمديريه التربيه في دمشق عندنا نحن مدارس فيها غرف دامجه اسمها غرفه مصادر، نحن هدول يعني كل منطقة فيها مدرسة موجود فيها غرفة تسمى غرفة مصادر، نعم. طبعا كل مدارس سورية هي مدارس دامجة، نعم. بس اللي عنده صعوبات تعلم يعني الحالة تبعها مخرج انه تندمج بمدارس، تمام، تنعرض على لجنة موجودة داخل المديرية اللي هي
اللجنة تاريخها من 31/8 ل 1/9، مؤلفة من دكتور ومرشد. نعم تمام. وموجه بيخضع هذا الطالب لتقييم عندهم طبعا حسب الحالة تبعه، له أسئلة خاصة فيه لهذا الطالب. الأسئلة الموجودة ضمن هذا التقييم بتحدد يا أما هو بفوت على غرفة المصادر اللي هو موجودة فيها أنسة مختصة هي اللي بتعالج عنده صعوبات التعلم، سواء مثلا شو الحالة الموجودة عنده، أو هذا الطالب ممكن أنا أدمجه بأي مدرسة من هالمدارس. نعم. فالغرفة المصادر هي يعني أنا بتمكنني أنه أتخطى صعوبات التعلم الموجودة لهذا الطالب. نعم. ذكرت حضرتك بأثناء الحديث أنه ربما بعد المدرسة أنا يشوفني الطالب بمكان ما، يقول مثلا المدير عمل كذا، الأستاذ عمل كذا. اليوم أيضا المجتمع وأنا شو بعمل بعد دوامي وحضرتك وغيره وغيرات، وأيضا نحن مسؤولين عن تربية هذا الطفل، عن شو لأنه نحن يعني مثل أعلى، مدرس مثلا، أنستي بالصف، مديري، نحن بنكون مثل أعلى لهذا الطالب طبعا بالمجتمع. طبعا نحن دائما ما نحن داخل مجتمع، يعني نعم. كان مجتمع محلي أو داخل مجتمع بشكل عام كحي أو مدينة أو قرية، طبعا هذا المجتمع المحلي هو بيكون مسؤول أيضا عن تحفيز طبعاً الطالب طبعاً بناحية ما هي الأساس. الأساس التلميذ هو البيئة المنزلية تكون هي الأساس. نعم. له قبل دخوله للمدرسة، يعني هلأ الطالب التلميذ بيفوت على المدرسة عمره 6 سنوات صف أول. نعم. هالست سنوات اللي كان موجود هو بالبيت، لازم نحن أنا كولي أمر، أنا كأب وكأم، أني أغرس عند هالتلميذ محبة طبعا قبل دخول المدرسة، أنه أنا بدي أعلمه أنه بكرة أنت بدك تفوت على المدرسة، بدك تتعامل مع أطفال، بدك تتعامل مع معلمين، تتعامل مع من جميع شرائح المجتمع. تمام. فأنا لازم أزرع عنده هذا الشيء، أنه يتعامل بلطف، يتعامل بمحبة، يتعامل بمودة طبعا. وتقوم التربية المنزلية هي أساس كل شيء، يعني طبعا المجتمع كله يبنى من المنزل. نعم. كخطوة أولى من المنزل ثم ينتقل إلى المدرسة. المدرسة بعدين لما يخرج إلى الشارع بيكون صار عنده ارتباط بين تربية المنزل وبين تعليم المدرسة. طبعا المدرسة مهمتها هي تعليمية. تمام. أنا مهمتي أنا أعطي المادة العلمية لهذا التلميذ. نعم. طبعا هذا الشيء ما بيمنع أنه أنا أغرس عند التلميذ الحالات التربوية أو كتربية. نعم. تمام. أنه نشترك أنا ووالد الطفل بتربية هذا التلميذ، طبعا بحيث أنه ما يأثر على الحصة الدرسية. نعم. يعني نحن بنحاول، ولكن الأساس هو المنزل، بالشارع، بالبيت، الأسرة. يعني الأسرة اللي هي الأب والأم، الأخوات الموجودين داخل الأسرة المنزلية. نعم. أستاذ وائل، يعني ببعض الأحيان منشوف طلاب كانوا ببداية المدرسة كتير متشجعين، كتير حابين، بنص المدرسة منشوف طالب محبط، وأيضا بتواجهنا حالات عكس هي الحالة. نعم. والإحباط حتى أحباط. يعني منشوفه بأول المدرسة هو كتير متشجع، كتير متفائل، بدي أكتب وظائفي، بفيق بكير كذا، بنص المدرسة منشوفه أحبط. شو بيكون السبب هون؟ وبالمقابل أيضا منشوف الطلاب ببداية المدرسة بتكون ما لا حابة، ما لا متشجعة طبعاً ببعض الحالات. المعلم له دور، المعلم. نعم. المعلم له دور كبير في إحباط الطالب أو محبته للمدرسة للطالب. طبعا المعلمة من بداية العام الدراسي ممكن تكون كأم للطالب. نعم. يعني أنا بعتبر هدول الأولاد بدي أنزل لمستواهم، بدي أنا أشعرهم أنه أنا بحبهم، أنا نعم. هني مثل أولادي. فهذا الطالب اللي بحس هيك فأكيد هو راح يكون عنده حافز للمدرسة، مداوم بشكل دائم بالمدرسة. المعلمة للأسف اللي هي دائما في حالة مثلا عصبية فأكيد هي تولد عند الطالب كره للمدرسة، بس نحن نعم. الحمد لله ما عنا هيك نوعيات. نعم. كل مدرسينا هن نوجه لهم تحية أكيد، كلهم بيعتبروا أنفسهم أنه هن أمهات الأطفال الموجودين. نعم. فالمعلم له دور كبير بالنسبة لمحبة الطفل للمدرسة. نعم. وبالنسبة لكرهه للمدرسة. فالمعلمة إذا هي
نزلت لمستوى الطفل وحسسته انه هي بالحنان وبالمحبه فاكيد هو راح يحب المدرسه، واذا هي كانت في حاله عصبيه فاكيد هو حيكره المدرسه. ولهيك نحن بنقول لك كل المدرسين والمعلمين خليكم رائعين، كلهم خليكم لطيفين، نحن بنحبكم سواء كادري او كادر استاذ زياد. كلهم عن جد بوجه لهم شكر وترفع لهم القبعه، كادر متعاون، كادر مميز. نعم، بكلمة أخيرة قبل ما نغلق القضية الثالثة، شو حابب يعني أنت توجه رسالة اليوم للمدرسين، لأبنائك الطلبة، شو بدك تقول لهم؟ كلمة أخيرة طبعا مثل ما قلت لك أنه الشكر الكبير لهم، طبعا في على عاتقهم كثير هم كبير. نعم. اللي هو طبعا التعليم ما سهل بالنسبة لهيك وخاصة بالظروف هاي، فكل الشكر لهم وعن جد كادر بعتز فيه أنا. نعم، كلمة أخيرة أستاذ زياد، شو الرسالة اللي حابب توجهها اليوم عبر منبرنا لأبنائك، للكادر التدريسي، لكل المدرسين في سوريا والمعلمين؟ مشكورين بقناتكم التعليمية التربوية السورية، وكل شكر لكل معلم. نعم. داخل مو فقط سوريا، داخل الوطن العربي بشكل عام. نعم. كل معلم مشكور جدا، الجهود المبذولة التي يبذلها المعلم داخل الصف جبارة. نعم. ولا يعلم قيمة هذه التعب إلا المعلم، فكل الشكر لجميع معلمينا. نعم. داخل البلد. نعم. وخارج البلد، داخل الوطن العربي، والكادر الإداري والتعليمي. نعم. ترفع لهم القبعة من طبعا كما في فرق بين إداري أو معلم. كل الشكر. نعم. لجميع المعلمين. شكرا كثير لكم ولجميع العاملين بالقطاع التربوي. طبعا. والتعليمي. وانا بدوري اليوم ايضا مشاهدينا بدي اشكر زملائي بالاعداد الاستاذ احمد عياش والمدام خلود المتني، وفي الاخراج ايضا الاستاذ سليمان. بدي اشكركم ايضا ضيوفي الاكارم الاستاذ وائل وهبي وحضرتك مدير مدرسه القزاز الثالثه حلقه اولى. شكرا. وايضا بدي اشكر الاستاذ زياد الحمويه وحضرتك مدير مدرسة القزاز الأولى وأيضا حلقة أولى. كل الشكر إليك شكرا كثير لكم. والشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا، أودعكم وأترككم بأمان الله.